السلام عليكم مشاهدينا الافاضل، اهلا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج افريكان شو على قناتكم الشروق نيوز. هذا البرنامج الذي نسلط الضوء من خلاله على كاس امم افريقيا 2024 بكوت ديفوار، على المنتخب الوطني الجزائري الذي غادر المنافسه لسوء الحظ من الدور الاول، عن مستجدات العارضه الفنيه بعد رحيل المدرب جمال بلماضي الذي حل اليوم بمبنى دال إبراهيم بمقر الاتحاد الجزائري وفسخ العقد بتراضي رسميا مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي. سنتحدث عن هذا الخبر، سنتحدث أيضا عن التعويضات التي طلب بها جمال بلماضي مع رئيس الاتحاد، وأيضا عن أمور أخرى متعلقة بالمنتخب الوطني الجزائري وخاصة العارضة الفنية والمدرب الجديد الذي سيقود محاربي الصحراء في المنافسات القادمة. سنتطرق أيضا مشاهدينا للحديث عن تصريحات رياض محرز أدلى بها أمس عند وصول حافلة المنتخب الوطني الجزائري إلى الأراضي الجزائرية، وحمل من خلالها جزءا من المسؤولية للإعلام الجزائري الذي قال محرز بأنه فرض ضغطا سلبيا على تشكيلة المدرب جمال بلماضي. سنتحدث مشاهدينا أيضا عن الكأس الأمم الإفريقية في دورة ثمن النهائي، برنامج المباريات ولقاء البيج ماتش بين كوت ديفوار والسنغال وأيضا الكاميرون أمام منتخب نيجيريا. كل هذا في برنامج أفريكان شو رفقة محللينا الكرام. نرحب بي عبد الكريم بيرة محلل قناة الشروق، أهلا وسهلا بك. وبيك سي إبراهيم والإخوان اللي راهم موجودين في البلاطو والفريق العمل اللي راهم رافقنا ومشاهدين الحصة والقناة المحترمة. عجبتني في أمر اليوم أنك نحيت الفيستا، وهل تعرف أنه الدلالة كي تنحي الفيستا في بلاطو هو حديث بطريقة مختلفة عن السابق، يعني تتحدث بطريقة مباشرة دون لغة الخشب. دائما هذا كان شعار، كان شعاري بلا ما نحي الفيستا ولا ندير الفيستا. صح معلومة علاش هو يضحك؟ طبعوا لا لا مساء الخير، اولا خليني نقدم روحي للمشاهدين. قدم روحي. وعلاش عبد الكريم بيرة معناها ملي بدات الحصه ما كانش يهضر على اسمه مباشره اشاره من كائله. هذا تقصد انه كان يتحفظ في بعض الاحيان. والكرة في مرماك يا عبد الكريم يا بيرة، راك سمعت ياسين معلومي، مرحبا بك يا ياسين. مساء الخير، مساء الخير لكل المشاهدين، ومساء الخير للأنيق عمي سعيد كنا. الأنيق دوك نجيو عنده، خليني نطرح لك سؤال. شفتك تعمر في الورقة تكتب حوالي ربع ساعة وأنت تكتب معلومات جديدة. نكتب باش ما ننساش، وإن شاء الله أنا عن قناعة أني المعلومة اللي نمدها مؤكدة، حتى أنه بعض المشاهدين اليوم يقول لك أنت يا ياسين يا معلومي مديت معلومة خاطئة عن اسمه قويري. نعم قالتك باللي قويري أنا ياسين معلومي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب أمين قويري. هناك من قال أيضا أنه ياسين معلومي يغلط الجماهير الجزائرية. أنا أقول لك مباشرة وش عليه. شوف يا أستاذ، أنا لما بديت الإعلام سنة 1993 علموني حاجة، علموني كي ما يكونش عندك خبر ما تمدوش، والخبر لازم تأكدوا على الأقل من 3 إلى 4 مصادر. أنا الخبر تاع واسم قويري أكدته من عديد المصادر، أنا متأكد على واش هو قلت، والزمان بيناتنا ونشوفوا شكون اللي عنده الحق إن شاء الله. ياسين معلومي، نرحب أيضا بمحلل قناة الشروق سعيد كناوي، أهلا وسهلا بك أولا. ثانيا ربطت عنق أعتقد أنها جديدة باللون الأحمر، أليس كذلك؟ بدون اتحاد العاصمه. مساء الخير لكل الجزائريين والطاقم اللي موجود، ومساء الخير ابراهيم، ومساء الخير لعبد الكريم واخي ياسين. صحيح هديه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهدوا تحبوا، وهذه هديه جاتني من عند ياسين معلومي. ياسين معلومي هداها لك. ويا ياسين يا معلومي انا والله نحبك بدون هذا الربطه، والله العظيم وربي يشهد من 93 تعرفني ونعرفك، ولكن رانا في استديو اللهم اني طلقك. العين بين عين والسن بالسن والبادي اظلم، ما تنساها هذه. لا ربطت عنق ولا كرفطت فعل في الاستوديو.
وزروح كيس المعلومي المواجهة ستكون قوية اليوم بين سعيد كناوي ويسيد معلومي في بلاطو أفريكان شو. مشاهدينا الأعزاء قبل أن ننطلق في الحديث عن العديد من المواضيع المثيرة نهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد الذي وصل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 بعد فوزه على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 32 نقطة ل26. أجمال المدرب ديلي تأهلوا إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عن جدارة واستحقاق بعد مشوار مميز. سيواجهون في المباراة النهائية يوم السبت المقبل الكتيبة المصرية في عقر دارها، منتخب قوي مصري، لكن الجزائر وما قدمته في هذه البطولة سوف تلعب كل حظوظها في المباراة النهائية. سين معلومي، لكن بشرط خلوهم يلعبوا، واحد ما يتبعهم واحد ما يدير لهم الضغط. علاه؟ شوف محرز واش قال اليوم. محرز يقول واش يحب، احنا اليوم نهضروا على كرة اليد. اولا انا نقول لك حاجه، قبل بدايه هذه المنافسه ولا واحد كان يستنى المنتخب هذا واسمه يروح بعيد. اليوم تاهل الى النهائي، ما هل معناه انه راح يشارك مباشره في المونديال؟ نعم. يشارك مباشره في المونديال. والحاجة الثانية لو معناها بقى معناها لو يفوز بالنهائي راح يشارك في الأولمبياد، وفي حالة الخسارة لا قدر الله راح يلعب دورة مصغرة للتأهل إلى المونديال مهما كانت النتيجة في النهائي. المهم أنها نتيجة إيجابية خاصة بعد المشاكل الكبيرة اللي حدثت واسمه قبل بداية المنافسة، تنحية مدرب أو استقالة مدرب، اليوم جاء طاقم تدريب جديد للمنتخب. اليوم هذه النتيجة تؤكد أنه طارة مش دائما أنك لما تكون العزيمة والإرادة تنجم تحقق نتائج، حتى لو كان ما كاش الأموال. كنا نسمعوا رئيسة الاتحادية قالت باللي عندها مرات عديدة تقول باللي ما عندناش أموال ما عندناش كذا، ولكن اليوم أنا نشوفوا اللاعبين معناها حقوا نتيجة إيجابية، بالبركة عليهم وبالبركة على الشعب الجزائري. يعطيهم الصحة، شرفوا كرة اليد الجزائرية عبد الكريم بيرة، أليس كذلك؟ شرف كبير أن تتأهل الجزائر، واحد ما كان يسنى مشوار كهذا للخضر، لكنهم رفعوا التحدي وتأهلوا إلى نهائي بطولة الإفريقية. هذه سي لون دي بارتيكولاريتي ولا دي كاركتيرستيك دو الجزائريان. صحيح. الجزائري ديما كيتحطوا devant le fait accompli ou la domeur il réagit هذا هو الطبع تاعنا. عندنا تقاليد ايضا في كره اليد. وزيد لما نرجع للهاندبول، الهاندبول احنا هادو عاودوا رجعونا، نقدر نقول لك رجعوا الشيء اللي لازم المفروض يكون فيه. حتى وقبل الدوره هذه كلام كبير نقال، قال العزيمه والاراده هادو مهمين بدون وجود امكانيات كبيره. صح. لا بيرفورمانس هذه لي اكسيلونت باسكو لي دومي فيناليست يمشيو ديريكتومون للمونديال. اليوم امرنا داخلين لا فينال مع لو بي اورغانيزاتور هو اللي جيبت نورمالمون. صح. هذا بيقول كلش ممكن، وعلى بالك اون ريان ابارد، دونك ما عندهمش ضغط كبير. والشيء اللي حقوه لحد الان هدف كبير على يعني نسبيا على الامكانيات اللي موجوده، شيء بشر وتبارك الله فيهم ويعطيهم الصحه اللي في الظرف اللي رانا عايشينه اقل شيء ايزون كومبونسي نوعا ما يا ربما هذه الفرحه. وانا نتمنى كي يدخلوا لهنا يديروا لهم كيما الفوتبول ولا اكثر. هذوما جزائريين كذلك، بارك الله فيك، راحوا لمصر سي دي فيناليست وان شاء الله يديوا. على لا لا انسان طموح حق مشروع حتى امام مصر، وكي يدخلوا نكرموهم ونقدروهم ونوفروا لهم الامكانيات. انت شوف ما عندهم حتى سبونسور في تريكو، سا سي غراف. شوف تريكو تاع لو مايو ناسيونال يا اوكان سبونسور من غير الاعلام، الاعلام هذاك يفوق كاع لي سبونسور، بصح يا با ان سبونسور باين واضح. لا غنقول انايا الشيء اللي ما لازمش، واللي بوفوار بيبليك منهم الوزاره تتحرك شويه بالنسبه لهذا الاتحاد وبالنسبه لهذا المنتخب. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني لكره اليد. سعيد كناوي، ارجعوا لنا الروح شويه، فرحنا اليوم. لا والله فرحونا بهذه النتيجه هذه المبهره. على كل حال نضيف حاجه، يعني انا راني نشوف في النهائي وصار وين فزنا على مصر في عقر دارهم يعني في مصر، ولما لا راهم 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 في واحد يعني واحد لونغومون، واحد لا ريوسيت يعني اللي تسمح لهم، وواحد الاراده اللي تسمح لهم ممكن انهم يجيبوا يفوزوا بالكاس الافريقيه وينقصوا علينا شويه هذا الضغط اللي راه موجود في الشارع الجزائري من جهه، ومن جهه ثانيه احنا يعني تعطيك حاجه، الجزائر كاين مواهب، كاين مواهب كبيره، يسوفي دو لي زورغانيزي برك. عندنا ثلاث شهور كنا في ازمه كبيره تاع كره يد،
تنظيم اون بتيت اورغانيزاسيون. شوفوا واش درنا، لحقنا للنهائي، وهذا اللي خاص اللي خاص تكون في كل الاتحادات. نعم. ما يشكرت اليد وما يشكرت القدم فقط، يلزم نرجع الى يعني وضعنا الطبيعي. ان شاء الله كل التوفيق لكره اليد الجزائريه التي قدمت مشوارا مميزا في البطوله الافريقيه 2024 بمصر، والنهائي منتظر يوم السبت المقبل في ارض الكنانه امام المنتخب المصري. سعيد كناوي راك معنا في الاستوديو مع عبد الكريم بيرا وياسين معلومي. انا زعفت عليكم، ولا واحد فيكم تحدث عن الضيف الغائب اليوم. هو قلب الحبه، كيفاش حاج عدلان؟ ما قلتوا لي، ما سقسيتوني وين راح حاج عدلان؟ انا كلمت على ضربتوا النح. انا اقول لكم راح حاج عدلان، انا اقول لكم راح سلمت عليه وضربت. تفضل حاج عدلان. هاي هو قلب الحبه. مرحبا بك معنا حاج عدلان. تفضل لاباس. بخير، كما تكون كومبرومون. خاف يجيب القلب اللوز جا متاخر. لا لا، كان معروض فيه عرس وحتى كمل العشاء باش جا سي الحاج. بخير عليكم حاج عدلان، مرحبا بك معنا. تحياتنا لكم. مساء الخير، مساء الخير عليكم. درت روطار شويه اليوم. نداء برك يرحم باباكم السائقين، روحوا غير بالعقل برك. والله العظيم يا اخي حادث مرور. حادث مرور تلاقيت به شفتو. احترموا برك الكود لا كوندويت، والناس فاميلتكم يسنوا فيكم ولادكم. واش راك ابراهيم؟ بارك الله فيك حاج عدلان. شيخ عبد الكريم لاباس؟ تقلب الحبه. الله يحفظك بيك ان شاء الله. بلو بول. ياسين صافا ياسين؟ مرحبا بك حاج عدلان معنا. سعيد كناوي، نعطيك المعلومه فقط كنت غايب. ياسين معلومي هدا ربطه عنق لسعيد كناوي باش في البلاطو يوم ربطو بيانو بيانو ربطو من عنقو. اللي كي نتكلم كلام ركب معايا امشي ما تعرضنيش. اقول لك حاجه، هذا بصراحته ما شكيش تشريه. مرحبا بك حاج عدلان. ربي يسلموا عليكم ناس بزاف اللي راهم يشوفوا في الحصه. الله يسلمك. الله يسلمك. بارك الله فيكم وراكم في المستوى. نسلموا عليهم بزاف حاج عدلان، يعطيك العافيه. وايضا سلامنا لكل من يتابع برامج قناه الشروق وبرنامج افريكا. مشاهدينا الاعزاء، دون اطاله مع ركن الحدث. اهلا بكم متابعينا. الحدث يصنعه المدرب الفرنسي إيرفي رونار، مطلوب بقوه من الاتحاديه الجزائريه لكره القدم لخلافه جمال بالماضي الذي غادر المنتخب بعد نكسه مباراه موريتانيا والخروج من الدور الاول في كاس امم افريقيا 2024. مطلوب ايضا بقوه من الاتحاديه الايفواريه لكره القدم، وهذا اخر خبر وصلنا بان الاتحاديه الايفواريه تخطط لخطف رونار. اتصلت ايضا بالاتحادية الفرنسية لكرة القدم من أجل تسهيل الأمور لإعارة هذا المدرب ليواصل كأس أمم أفريقيا مع السي في ناسيونال في دور الثمانية، ربع النهائي، النصف النهائي، وأيضا الدور النهائي. لكن آخر خبر جاءنا اليوم واللحظة قبل حوالي 25 دقيقة من الآن كما نتابع في هذه الصورة على الجهة اليمنى، خبر أو على الجهة اليسرى خبر خاص بقناة بي سبورت إكسكلوزيف، بين رونار داكور أفيك لاكو ديفوار. لكن بعد حوالي 5 دقائق خبر آخر يا ياسين يا معلومي من صحيفة ليكيب الواسعة الانتشار، الاتحادية الفرنسية لكرة القدم نبخت با إيرفي رونار على كوت ديفوار. ماذا يحدث ياسين معلومي؟ ظن أنه تضارب في المعلومة. هي تضارب في المعلومات. هو اليوم راح متواجد في اسمه في كوت ديفوار أو يتبع. نعم. في كاس إفريقيا. نظن بعد إقالة مدرب كوت ديفوار نظن الرئيس الاتحاد الإيفواري و يعني خموا باش يجيبوا في اسمه إيرفي رونار. نظن الاتحاد الفرنسي بالقرار هذا غلق الباب امام كل من يريد جلب ياسر معلومي. واش نصدق ليكيب ولا البيين؟ نصدق ليكيب انا. ليكيب صدق ليكيب. هو ما هضرش بصح. لا ما شوف ما يهضرش، ولكن انا نظن لما تتحدث جريده ليكيب الفرنسيه عرف باللي الاتحاد الفرنسي لكره القدم هو اللي هضر. رفض عطالهم الانفورماسيون. يعني طبعا حتى تنظن حتى رئيس الاتحاد الفرنسي لكره القدم يكون هو اللي مد لهم اسمه الخبر. ياسين إيرفي رونار جو بونس با كو دون سي بروجي يحوس باش يحكم ليكيب ناسيونال في القاره ولا خارج القاره. كان في السعوديه في الفريق الوطني السعودي. بأموال. كان لاباس به.
بلا ما ندخلوا في تفاصيل تاع الاموال. صح. الله هو اللي تخلى عليهم باش يقولوا الفيدراليه باش يحكم الفئات النسويه قبل بالبروجي اللي يتفاهم مع منظور. لكن عندنا خبر حاج عدلان. ما نظنش باللي بوستيل بور اد سيليكسيونير. نعم عندنا خبر ولا في جهه اخرى. ولدينا صوره هذا الخبر انه مدرب المنتخب الفرنسي النسويه ايرفي رونار لن يجدد عقده مع الاتحاديه الفرنسيه لكره القدم مهما كانت النتائج التي سيحققها في اولمبياد باريس 2024 مع المنتخب النسوي الفرنسي. ومصادر اخرى تؤكد ياسين معلومي عبد الكريم بيرا سعيد كناوي بانه رونار يرحب بفكره العوده وقيادة منتخب كبير في القارة السمراء. ولكن احنا في الجزائر اليوم ما ننجموش نستناو مدرب الى غاية شهر جويليا ولا او شهر اوت بعد نهاية اولمبياد. احنا المنتخب الجزائري عنده لقاءات وعنده تصفيات وعنده استحقاقات. احنا اليوم على جناح السرعة بحاجة الى مدرب اللي يجي للمنتخب الوطني. احنا ما ننجموش نستناو اليوم احنا استقالة أو إقالة أو ذهاب أو فسخ العقد تاع واسمه جمال بالماضي نقولها كما نحبوا. اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم راح في سرعة أو في سباق يعني لجلب مدرب في يعني في أسرع وقت. نحن به ياسين رسميا اتصلوا بالفيرونار فيدرالية الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وليد سعدي رسميا لما كان في بواكي اتصل ب المدرب رونار وطلب له مهله للتفكير. ولكن نظن حسب الاحداث اللي راهم يدوروا مستبعد جدا. انا هذا واحد الوقت كان حاب يدي لا سيليكسيون نهار جاز على الفريق اتحاد العاصمه مش عارف لا طاولوا دي بروميس. هذاك الوقت موراها كان حاب يونشيني ويروح لا سيليكسيون كيما داش هذاك الوقت. نظن باللي شوف اللي بري موتيفي باش يحكم لك شوف الفي رونار. شوف الفي رونار من حيث الاموال كان يدي اموال في السعودية ولكن مش اموال واسمه كبيره. كان يدي نظن 1.1 مليون يورو واسمه في العام. حتى الاجره تاعو في السعوديه يعني ثلاث مرات اقل من راتب جمال بالماضي مع المنتخب. لا هو من حيث الاموال في السعوديه ما كانش يدي. جاه كما يقول لك ان كونتاكت مع فيدراسيون دو فوتبول تاع بلاده شاف ان بروجي واحد اخر. والمنتخبات هاو درب الانديه درب اليوم هو يحوس على ان بروجي. لو بروجي هاو مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هو النية تاعو هو انه يدرب المنتخب الفرنسي الاول. هو النية تاعو لانه درب في افريقيا درب في اسيا. ما شكيش عنده حظ ياخذ الفريق الوطني. انا قلت لك هو عمره لي كونديدا دوك زيد زيدان وزيد تيريوري. ياسين بعيد هذا بعيد. انا نقول لك انا نقول هو في النية تاعو بصح باش يجي اليوم يخلي العقد المربوط وعنده عقد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. احنا اليوم ياسين معلومي لو يقول ايرفي رونار اني مستعد بداية من شهر جوان ما ينجمش. جوان الالعاب الاولمبيه يعني جويليه يعني تقصد انت بعد الالعاب الاولمبيه. بعد الالعاب الاولمبيه لو يقول لك راني مستعد بعد شكون اليوم شكون هذا الاتحاد الجزائري لكره القدم يعني كيفاش يستنى اليوم معناها الجزائر يعني راح نقعدوا بلا مدرب من شهر واحد الى شهر سته ولا شهر سبعه. مستحيل. مستحيل. شوف انا حاجه مؤكده. كاين لي ماتش ثانيه. كاين بيان سور كاين دوره وديه وكاين واسمه في جوان. كاين تصفيات في جوان. هذا من جهه هذه ياسين تظن انت بلي رونار يجي في حتى وافق يجي يمضي معك عقد بنتاع سنه ولا سنتين على الاقل يقول لك كاس العالم. احنا هذا التسرع هذا ممكن راح يجيبنا ضرر. المفروض اليوم كاين مشكل لا فيدراسيون لازم تريض كما نقول تدرس نشوف اللي قبينا تنظيم جديد. اذا كان ضيعنا شهرين او ثلاث اشهر سي با لا فين دي موند ولكن نعاودوا نمشوا على الطريق الصحيح نرجعوا للفريق للطريق الصحيح. ما نمشيوش نديروا اربع سنوات او ثلاث سنوات لمدرب احنا ندير نديرها يعني علامة استفهام. حتى شوف خاصه ان فرنسا دخلت وقالت لك انا من متش المدرب نتاعي لا كوت ديفوار يعني كان اللي يقراها يقول لك للجزائر اوكي. انا اذا كان جات لي تقول للجزائر اوكي انا شخصيا ورايي انا مانيش موافق. اذا جاتنا من الجهه هذه بالطريقه هذه دوتر كونديدا بار ريفيرونا شكون هو؟ شوف هو الكلام تاع رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم مع المقربين منه وانا قلت لك نظن امبارح انه هما يحوسوا على مدرب داير كاس عالم وداير كاس افريقيا. حوسوا على مدرب من هالطرز مش حوسين معناها اليوم تروح تجيب المدرب يعني للتجربه لازم تجيب انترينير كونفيرمي. من الحاجه المؤكده هو انه اليوم
لو كيما يقول لك لادجوان تاعو ولا لو برادو تاعو يفو كيل سوا ان الجيريان. ما يزيدوش يديروا ربما تجيب انت الطاقم كله يجي يخدم وحده، لازم اللي يجي المساعد الاول لازم يكون جزائري، لانك هذا المدرب ينجم يروح على بورت كل مومون باش يقعد الجزائري وتكون الاستقرار في المواصلات. لكن مثل ما حدث مع الي لوزيتش كي كان معاه قريشي، كان لا كمان نور الدين قريشي كان مساعد، كان نور الدين قريشي في فتره، وكان موراه جا اللي كان في خنشلة نبيل نغيس. نبيل نغيس مدرب المنتخب الف قبل ما ندير ديريكسيون تكنيك ناسيونال محترمه اللي تقدر تشتغل مع لونترينور ناسيونال هذا اللي جينا جديد، ودير معاه برنامج ودير معاه اهداف، وماهوش صادي اللي يدير الاهداف الفنيه، وماهوش لو بيرو فيدرال بلا كومبوزونت نتاعو اكتويال اللي عنده القدره باش يدير دي 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 بروجي. خلينا نسمعوا راي عبد الكريم بيره. تفضل تفضل عبد الكريم. شوف سي ابراهيم، انا هذا لعبت ضده كان في اتحاد العاصمه في 2011 وانا كنت في مولوديه العلمه، بالمناسبه نسال على اللاعبين والجمهور والمسيرين اللي خدمت معهم، درنا واحد واحد كي كان في اليوسما كان يلعب لا ريليغاسيون. انا هذا ولا مره قلنا عليه نكون صريح، عم داري له حس كبير، ما راهوش هذا المدرب اللي يليق للمنتخب، نتفاهموا مليح، انا نتكلم كتقني كجزائري. واش دار مع السعوديه؟ ربح باطل العالم هكذا، المفروض كان يروح للدوزيام تور، ما راحش للدوزيام تور يا عزيزي، خسر مباراه شهرتين. ايه دونك في لا جيستيون دي كومبيتونس، وعنده ان كومبورتمون كاركتيريال اوسي. يا سي ابراهيم، حنا استقلينا في 62 وكاين كفاءات ما شاء الله هنا في الجزائر، اذا نجيبوا كاين ربما مدربين اللي يقدروا يتمشاو ويتطابقوا مع العقليه تاع الجزائري، واللي يعرف المحيط الجزائري ويقدر يجيب لنا كما تفضلت يكمل، لانه يعني عبد الكريم بيره غير مقتنع بالمدرب ايرفي رونار. قناعتي بصح انا نعطيك لي زارغيومون، انا شاطر لي زارغيومون، شاطر 40%. لا راهو حاكمني كيف في مينين هكذا تاع فرنسا، واش دار بهم في المونديال هذا اللي جاز؟ ايه سؤال بيرفورمانس نهضروا، يلفو كونتيفي نشوفوا. وهذا راه جاي من ليكيب فيمينين ليكيب ماسكولين، ماشي كيف يقعد معاهم ويروح للاولمبيك. لا سامحني انا كلام كبير الحاج خويا، احنا هذا لو بروفيل اللي هان. عبد الكريم بيره تتحدث عن مدرب اسمه ايرفي رونار، توج بكاس امم افريقيا امام مع منتخب زامبيا، توج بكاس امم افريقيا مع منتخب نجيك فاز على الارجنتين في كاس العالم مع منتخب سعودي. سي ابراهيم علاش نجاوبك؟ تفضل. انا راني داير واحد 15 نسخه تاع كوب دافريك، تما نهار دا مع لا زومبي ولا كوت ديفوار انا كنت. لا زومبي شكون اللي كانوا؟ اغلبيتهم لاعبين اللي كانوا في تي بي مازامبي. ولا زومبي سي ان بيي ولاد، عنده لاعبين كبار وسام. يعني اللاعبين اللي داوها ماشي رانا. سامح، لا ما قلتش العكس، لا حاشا. لعب لا فيلوزوفي دو جو تاعو، يلعب افيك اون دونسيتي ديريار، يحوس على لاتاك رابيد لا كونتر اتاك على لي بالاريتي، يحب هذاك لو جو انتونس اللي يليق مع لي زومبيان وما يليقش مع الجزائريين. حنا يفو فوار لو بروفيل دي جوار اللي عندنا، كي تكون عندك اون ايكيب جواز جيب ان اونترينور اللي يقدر يديفلوبي لو جو هذاك ويخلي هاد لي جوار هادو ما يزيدو يمدو ما خير. حنا ولا زومبي نو لا كوت ديفوار سي اوتر شوز، يا ان ايكيليب بصح كوم ايتون اونترينور اللي تتحوس على لو جو هذاك اطرايا وزيدي لي كاركتيريال. علاش قلت لك انا ما لازمش واحد يتقلق؟ تسمى حنا الناخب نتاعنا وصل مكتوبه وحبس باش نحبسوا هذا الحس هذايا؟ لا لا، لو كاستينغ اللي امبورتون كيما هذيك ليكيب تيب اللي ما لازمش يغلط فيها المدرب، كيما لازم لو كاستينغ الاتحاد الجزائري وعلى راسهم وليد صادي ما لازمش يغلط في انتداب، لازم يجيب ان اونترينور دو بوينتور مونديال اي دو اللي يتماشى ويليق مع اللاعبين اللي عندنا ويا ربما المشروع اللي رانا حابين نروحوا له. وكما قال سعيد ما يديرش برايو، نعم لا ديريكسيون تكنيك ناسيونال ولا لو دي تي ان اللي لازم يكون، ما بقاش كيما ذاك لو دي تي ان اللي حكمنا كولوني دو فاكونس نحكموا لي اي 15 ولي 17 ولي 18 ورانا مخبيين. لا لا، تحمل مسؤوليتك لما ما تمشيش اون ايكيب ا، اذا كان راح لو سيليكسيونور تاع لا ا حتى انت تروح معاه. بارك الله فيك. سعيد كناوي يا راك يا ما راكش. عبد الكريم بيره، سعيد كناوي راه يوافقك الراي، اعتقد انه حاج عدلان غير مقتنع بانه رونار ما يقدناش. لا 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 لا، في سي بروف رونار لي دو سيليكسيون اللي تكلمت عليهم دار نتائج ايجابيه، ولكن نخلي الباب مفتوح نقول علاش التسرع هذا ورايحين ديريكتومون لارفي رونار. انا ما نشوفوش عن المحيط تاعنا ولا كاين البروفيل اللي يقدر يكون سيليكسيونر اليوم. ياسين قال لهم يحوسوا على واحد اللي عنده خبره في كوب دي موند وكوب دافريك.
يا توجور ان ديبار في الفوتبول، يا توجور ان ديبار. كاين ديزونترينور اللي بداو، جمال بن الوليد جا بدا ودا كوب دافريك، صح لا لا لا؟ مي فودري فير لو تور دو لا طابل. وكما تفضل القاشي خالد الكريم عنده الحق، كاين اسمح لي، كاين اون كوميسيون، كاين منظومه من لا ديريكتور تكنيك من لا ديتيان حتى اللي مو بلي تكلم عليهم سعيد، تو الموند دو ساسوار سير اون طابل يديروا لو بور اي لو كونتر. حنا دوك راح نبداو نلعبوه مود مارس دوك، ولا باش ايسي دو نرديو الناس اللي راهم زعفانين على ليكيب ناسيونال كيما رانا كاع حنا وعلى النتائج دو سويت. نحبوا نجيبوا لونترينور ومن بعد نبداو نقولوا لا لا. ايه علاش؟ هي يفوت لي برود لو طون. علاش ما نروحوش اللوكال ديجا؟ اولا نعطوا الاولويه للوكال، نحوسوا اسكو كاين بروفيل تاع لونترينور ان ستاف لوكال. سي اون تروف با ريالمون، انت تقول باللي فيدرالي راهي مفلو الاموال راهي ناقصه، لا لا ناقصه بزاف، وهذا راح يجيك باطل. هذا يجيك بال اكثر من اللي راهو النخب الوطني دوك شهريا. على حساب واش كان يدي في السعوديه اقل من كذا. تتكلم على التجربه، عبد العمر واش ما عندوش تجربه؟ بن شيخه ما عندوش تجربه في افريقيا، عندهم تجربه. زيد تحب تجيب عبد العمر واش المنتخب الوطني؟ ماشي مشكل له، جزائري معقول يجاوب معقب. نعم نعم ترشح عبد العمر لقياده المنتخب الجزائري في الفتره هذه؟ في الفتره هذه انا نرشح عبد العمر. اي الفتره اللي تتحدث عليها؟ هذه الفتره اللي نتكلموا عليها نتاع ست شهور، كاس افريقيا 2025 وكاس العالم 2026. جزائري يقبل لك ممكن يدير ان كونترا دوناني، جزائري يقبل لك يوناني اون ايكيب ناسيونال، ان اترونجي كيجيك ما يديرلكش يوناني ويطلب فلوس كبيره. واحده ثانيا، حنا لما نتكلموا على المنتخب الجزائري حنا نحوسوا على البروفيل دو لونترينور. عندك لاعبين كما قال لك، عندك لاعبين هاو البروفيل نتاعنا، هاي المستوى نتاع اللاعبين نتاعنا، هاو الكاركتير نتاع اللاعبين نتاعنا، هاو الستيل دو جو نتاع اللي يليق باللاعبين نتاعنا. اون كونتر بارتي نروحوا نشوفوا على المدرب. رينار ما يليقش بالمنتخب الوطني، شخصيته القويه ما تليقش بالمنتخب الوطني. خليني نعطيك الكاركتير نتاعو ما يليقش بالمنتخب الوطني. خليني نعطيك ميزه اخرى لهيرفي رينار في افريقيا، ما تلعبش كيما مانشستر سيتي لانك تنهزم في النهايه. شاهدت المنتخب الوطني الجزائري، هيرفي رينار يتحفظ في اللعب لكن يفوز بالمباريات. ابراهيم خويا كي تشوف لو كاب فير، كي تشوف لو كاب فير راح تكون المفاجاه نتاع لا كوب دافريك. شوف لو كاب فير يلعبوا اللي فازوا بمبارتين ومع مصر نحى اربع لاعبين، ونقول لك لو كان اكسيليرا وكانوا يفوزوا على مصر داروا 2-2. كي تشوف اللعب نتاع وكانك تشوف فريق اوروبي يلعب. كي تقول لي ما يلعبوش، نو اليوم لي تيرا اي سون اكسترودينير. لا بروف في لا كوت ديفوار شفنا ملاعب ممتازه والناس تلعب الكره. شفنا فريق موريتانيا يا اخي اعطانا درس في الجانب التكتيكي وفي الجانب الفني، وكان يقدر يفوز على الجزائر بثلاثه ممكن ب2-0. بور تو دير باللي اليوم كاين كره افريقيه وكاين لاعبين في افريقيا، ولازم اليوم نبحث على المدرب اللي يجينا يعني يوالم الكاركتير نتاعنا ويوالم سعيد كناوي اللي كاين نضع الفنيه والتكتيكيه نتاعنا. نضع ملف هيرفي رينار جانبا، غير مقتنع به. انا غير مقتنع تماما. لا هو لافونتاج تاعو سي خدم هنا في الجزائر، يعرف المحيط، يعرف الجزائر، يعرف المحيط، فاز مرتين بكاس امم افريقيا. يا ناس راكم تهضروا على هيرفي رينار، الذي توج مرتين بكاس امم افريقيا في سنوات قليله ماضيه. لا خدم في القاره، يعرفكم. عنده حاجه اللي جابها للكره الافريقيه، غادي يعني يكون صريح. سي ابراهيم علاش نقولوا هذا ما يعرف والو؟ مي انا نقول له سامحت عبد الحليم، بارديونتولوجي بارديونتولوجي. انا راني اونترينور بروفيسيونيل ماشي مدرح ولا اماتور باش الناس قاعد تفهم. راني نهضر على ان كوليغا، ما رانيش نقول ما راهوش اونترينور حاجه. هذا فيليك لو في فرنسا وين خدم واش دار؟ جا الاتحاد العاصمه واش دار؟ دونك في ان سيكلو لون وين تبان انت، تبان خدمتك، تبان لاتوج تاعك، ما بينهاش. لا 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 في اتحاد العاصمه، خليني في اتحاد العاصمه يا حاج عبد الكريم. راني لعبت ضد السياسي. دقيقه يا عبد الكريم، في اتحاد العاصمه هاني بديت التكنيك يا سي. واش عليه يا سيدي؟ خليني نمد معلومه. اتحاد العاصمه جا في اتحاد العاصمه، نظن جا في مرحله العوده. اتحاد العاصمه كانوا يلعبوا على الهبطه. في اتحاد العاصمه سلك ليكيب وصلوا من الهبطه. ومن بعد في الدوزيام اني تاعو جو بونس قعد 6-7 وي ماتش، وسمو وي ماتش. واش دار في لي وي ماتش؟ في وي ماتش بون بون جو طار عادي. شوف انا بك عبد الكريم، انا قناعتي انه هذا المدرب، واش داكم دي تيتر واسمو في افريقيا، ما داهم اوكان الجيريان بو لو مومون. ياسين ما عطاهولناش لي مويا. حبيت نديروا شو انا مش نعيطوا؟ ما نديرش شو، والله ما ندير شو معاك. خليني شوف ليا، خليني نهضر. بصح انا دائما نعطيك الكلام وانت تعطيني الكلام. خليني اليوم انا نقول لك انت اليوم حنا اليوم حنا راك اليوم حنا في الجزائر، حنا في الجزائر نحبوا ننتقدوا واحد
تشوف محمد القدو رونا ولا اي مدرب. انا هذا المدرب لو نجي للسيفي تاعو لو عبد الكريم بيرا كان هو ما عطاوناش لي كلوب وين كان لي كرو مويان. حنا حقرونا انت على بالك 93 تبيه انا بيتهم 84 حنا حقرونا دفنونا همشونا. انا نتحدى هذا نتحداه ندخلوا انا وياه نهضر الماء. هذا عطاو له دير سيليكسيون ناسيونال. خليني نكمل لك ونديفلوبي وانا راني مكونسونطري حبي يقول حتى وكي نعيط. اسمع هذا لا زومبي كونت اون جاري سيليكسيون سي دي تورنوا كور ان كورنوا انتونس كيما هذا صافي با دير اللي راح يدير لا فينال ولا لو تيتر هو لو مايور. كاين دي سيليكسيون اللي يقدروا يطيحوا في فاز وين ما كاش ما جازوا اكوتي يقدر يصير. صافي با دير كو في ان تورنوا كور انا وي جو جوج لونترينور سور ان سيك لا هنا اسك تو كاباب دو ريبيتي لي ميم بيرفورمانس. هذا ما جامي ايتي بيرفورمون في ان كلوب كي خداه في ان سيكلو لون. خدم عند لي فوازين هذا نو واش من كلوب؟ خلينا خدم في الكوت ديفوار خدم في لا 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 ولكن عنده اون ريوسيت مع لي زافريكان سيتادير راهم خاوتنا لافريك نوار سي با كيما لافريك دو نور. صعيب لهنايا انا نقولها ما رانيش ضده ما رانيش نقول ما راهوش مدرب ما رانيش نقول ما عندوش بار ديونتولوجي انا نحترم اي مدرب في العالم ولكن كون بروفيل وزيد ولينا نحللوا حنايا ولينا نسناو وكذا ا سو بوان لحقنا لهذ الدرجه خليونا ترونكيل. لا وانا نقول الناس هذوما اللي شاركوا في هذه المهزله اللي لحقنا ليها وين هذا الاطار الجزائري همشوه. انا سي غراف سي ابراهيم يعني باش نكمل لك هذه خمس سنين ولا اربع سنين وانا جابد وقعد طون زون طون نسمع في دي بلاطو حرام على بعض من الناس. حنا شتي نهضروا على اللي ماتوا قال شيوخنا الله يرحمهم وداروا وداروا حنا حاضرين وتقعد تسمع ما عندناش مدربين. على انت شفتني نخدم باش تقول ما عندنا وانت صحفي انت باش تهضر على المدرب انت واش تعرف الصحافه؟ كاين اللي جا جو سي با من لا ميكانيك ولقى روحه في الصحافه. خليونا ترونكيل يعني ا سو بوان قزمتوا جوزوا للتيران اعطيونا لي مويا. شوف برك الكلوب اللي راهم في الجزائر اللي عنده بيجي كبير علاش يحبوا يقزموا المدرب المحلي الجزائري؟ باسكو يا دي زانتيري دون سو سونس وقزمونا صافي 10 ولا 12 تعرف. انا واحد الوقت نهار كنت في العلمه كلمني صحفي نحترمه ومحترف صح قال لي ودي راهم يقولوا بلي ما كاش مدربين. قلت له شكون هذا اللي راهو يقول ما كاش مدربين وانا نخدم؟ قلت له جا شافني نخدم هذايا يعرف قيمتي لعب الفوتبول. قال لي لا. قلت له شوف صح اما لا في هذه الحاله رانا نجيبوا عبد القادر وليدنا اللي زايد لهيه ورانا نلعبوا عند دافيد في لي تيران تاعهم وعندنا البيبليك تاعنا اللي عايش لتما وعندنا دومينيك هو اللي راه معنا هنايا. قلت له تسمى كلش راهو امبورتي كاينه حاجه مام لي ديريجون لازم يجيبوه مليون ونقعدوا حنا نتفرجوا كيما تفرجوا في الريال. قال ما عندنا والو هنا على بالك واش صار سي ابراهيم؟ لا لا على بالك واش صار لهنايا؟ السمانه هذيك تنحيت خويا وحديث قياس شي واعر شي صعيب. اني قلت لك لون عيد همومين عمر 1000 كتاب بصح منا وروح. شوف انا جبت دوك منا وروح ولا غير راني رايح نكون بيرمانون ونهضر شي اللي نهضر باسكو اذا ما تغيرش المنكر على بالك واش تسمى هذا منكر. الناس كاع ولات تهضر في الفوتبول وما تخليش وما عندناش ما تخليش الفراغ يعني خلينا احنا في راستنا لانه الفراغ يتعمر بالرزع. الاسبوع انا الاسبوع الماضي الحاج عدلان هنايا قلت له الحاج انتوما اللي خليتوهش من بلاصتكم الحاج ما عجبوش الحال عندك الحاج في هجوم ما عجبوش الحال انتوما دقيقه دقيقه عبد الكريم دقيقه عبد الكريم دقيقه اسمع 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 قول حنايا باسكو تو مون دي كوست تو مون دي كوسيون انتوما اللي راكم في الدير انا ماني في الدير. لا 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 حتى الاعلام حتى الاعلام يطبل للمدرب الاجنبي ولا للمدرب المحلي. اسمع سي ابراهيم سي ابراهيم كلام دغري كلام دغري اسمع كلام دغري الناس كاع تعرف كيفاش كاين صحفي في الجزائر هو الناهي هو الامر سي نورمال ماشي ياسين معلومي ماشي انا اسمع واش عليه تعرف شكون اسمع انا راني مرحي في هذه الحوايج ياسين انا حال اسمع شتي بيت النقاب شتي بيت النقاب شوف ذاك الفريخ جا عندي تشيخ نقص في الخيط قدو في خيبي انا متخيخ انا كي نروح باسكو لي جون نون با يو سو كوراج دو دير لي فيريتي اون فاس سي غراف وين انت با مال دونترينور كابابل جبدو احترموا روحتهم علاه باسكو تعفنت. نعطيك مثال على هذا المدربين نعطيك مثال واحد فقط من بين المدربين استهزوا به بزاف هو يملك اعلى الشهادات نور الدين زكري نعطيك نور الدين بن زكري نور الدين زكري نور الدين زكري نور الدين زكري سامحني اسمح لي بالعقل شهادات بالعقل تفهموا فهم بسطة باسكو هذه تاع الشهادات يا بوكو ادير واش من شهادات شهادة تاع واش خويا يا فابرو نعم سامحني بالعقل تفضل انا لو كراني زاد ليها وجبت يا فابرو وريونا حنا تيديكم اللي جابوا يا فابرو ياخذوا دي زيكيب في لا دي اون ولا في ميلان ولا في روما ولا بي اس جي ولا
اسمع خويا انا تجيب لي يوفا برو كما ما تخدمش خليني نكمل لك لهنا تدخل معاك عبد الكريم بيرا اسمح لي يوفا برو غير دي معاك عبد الكريم بيرا نبقى معاك خليني نكمل المعلومه هذه ونبقى معاك ما رانيش نهضر عليها هو في بلاطو مع الزميل قادة بن عمار يوم امس رشح نفسه يا عبد الكريم بيرا ليكون مدربا للمنتخب الوطني الجزائري وقال في التصريح للزميل قادة بن عمار بانه املك الشهادات العليا وقادر من قود المنتخب الوطني الجزائري حق مشروع من حقه انا ما رانيش نهضر على نور الدين زكري جات واحد لا موضه اني نقول لك حنا ردونا ما كاش لا فورماسيون تاع لي زونترينور هنا ما كاش حنا ما راناش مدربين صحه وشكون تسمى لازم تروح لهيه تصبغ روحك وتجي لهنا باش ترى بلي انت لاباس صح لا سي غراف خويا انا اللي جاب لهيه وراه الجزائري من غير كادر فيرود الله يرحمه اللي كان عنده لو ريكور مع نيم بطاهو لو شكون كيرو في كبرو وجا كادر فيرود اونترينا لا سيليكسيون ناسيونال اون 62 سيتي نوتر برومي سيليكسيونور ناسيونال ابري لانديبوندونس لازم نعاودو نرجعو للتاريخ جاو بعدك لو ديك وما يشبه جاو بعد كاين حاجه وكاين جداوي اللي كان في لو هاف في لو سونتر ولا سوشو في لو سونتر دو فورماسيون و ان مومون دون يخدم الباقي شكون اللي خدم فيهم يا خويا وريونا حنا تيديكم انا اذا زايد لهيه وكبرت لهيه ودرت لا فورماسيون تاعي لهيه نونطريني لهيه على ما نونطرينيش لهيه صافي ديرو شنو اللي هي ما تونطرينيش وتجي لهنا اسمح لي تفضل اللي ما خدمش ثاني كيما حنا هنايا يوريونا حنا تيديهم في دي كلوب كانوا مرندين في دي كلوب وعندنا الجماهير امس نعم باش نفتحوا نقاش معاهم درنا يعني منشور ياسين معلومي للمشاركه هنا بالاسئله لمحللين الحقني الان سؤال في هذه اللحظه لانه المشاهدين تاعنا ما شاء الله تبارك الله يتابعوا كل برامج قناه الشروق تابعوا برنامج الزميل قادة بن عمار مر معاه نور الدين زكري هذا السؤال من أحد المتابعين يقول زكري قال أمس في برنامج قناة الشروق أنه سيضع سيرته الذاتية والمهنية على طاولة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بمجرد ترسيم استقالة جمال بالماضي هل عبد الكريم بيرا أنا سيضع سيرته الذاتية أنا جامي أسمع المسؤولية كليف ماشي شريف الناس تخيرك أنت شيخ الناس تجي لك دق دق حوس عليك اذا انت توالم اللي حد سي في هذه لا موضه تاع سي في هاي غير كيما يا سي غراف على بالك المدرب قبل كلش راهو شخصيه شخصيته وشنو في لي فالور تاعو في لي برينسيپ تاعو اسمع سي غراف وين لحقنا شوف وسخوا لو ميتي هذا سي غراف الكلوب هو اللي يخير المدرب تبقى في لي ديريجون على بالك لو ديريجون شكون اسمع انا حبيت نطرح سي اون بيراميد اذا نروحوا المعقول والمعمول او المسموح لا بيراميد واش تقول تقول انه المسير هذا شكون هو اولا يحب الكلوب تاعو جيبو معمر شابع في كرشو حاكم في تخمامو كلمتو مسموعه ويدو وصله ايا سيدي ونخرجوا هاد لي كريتير هادو ما ونحطوهم حنايا ديجا في الشامبيون تاعنا الناس راهي تخلص ديريجون يخلص ما يخلصش خويا العزيز اسمع 1200 مليار في العام بين لا اون ولا دو اون اريف با برودوير علاه فوضى المرض ما مقننا ومفننا اما هو انا ننصحو غير ما يدير سي في تاعو سي غراف اون ديبوز با سون سي في احنا بور سوا ديزون دوموندير اون اي با دوموندور دوموند دون بلو اون دوموند با انا كي قلت لك في بدايه البرنامج انك اليوم نحيت الفيستا وراح تكون لا 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 لا, لا دغري ما الاجابات انا ما كنتش غلط راح شوف راه تفضل حاج عدلان اسمح لي واحد اللي عنده ريالمون لدي كاليتي دي كاباسيتي باش يكون اونترينور حيث كان في نادي ولا حتى في الفرق الوطنيه ما يروحش ديبوزي سي في شو ديزون انا ياسين اللي يقول لي انتوما حب يحكم المنتخب الوطني وراه يشوف بلي عنده امكانيات وعنده شهادات عليا حصل عليها في كوفرتشيانو في ايطاليا مع ماسيميليانو اليغري مع بيبي سينيوري مع رونالدو رونالدو سامحني حتى الديتي هذا اللي عندنا شوف تارك بوسيني انا اللي دار تما اني نقول لك حاجه اليغري واش هو شايد جوفنتوس خرج من المام انستيتيو هكذا نعم نورمالمون مجمع واحد خرج من هذاك الانستيتيو يقدر يشد ميلان يشد لا روما يشد هكذا اكيد نالو شيطان نالو شيطان انا جو سوي كونتر كان اونترينور ديبوز سون سي في بور دوموندي دو لومبلوا سادي اللي راهو اليوم بريزيدون تاع لا فيديراسيون يعرفوا ياك خدم اوتون نهار كان زكري انا بدا معايا في لا تروازيام اكسبيريونس ما كانش معايا في 97 نهار طلعت ليكيب نهار كنا مرمدين اون 2002 كيفاش سلكت ليكيب اون 2004 كيفاش ريلونسيت لا جوناس هذيك ولعبنا كوبا راب هو جا من بعد نهار كانت البحبوحه ثاني في صيف معليش يعرفوا اذا كان مقتنع به هو يسقيلو وزيد انا مام انا شوف قلت لك البارح انا جوز لك ميساج مام تسقيلي
ونشوف انا عندي سعيد خير مني والحاج خير مني وياسين خير مني، قسم من عظم عندي واحد الجراه قال والله ما نجي غير هما اللي يجوزوا. هذه وحده. اذا نحوس على الانتيري دو فوتبول ناسيونال. انا جاوني دي كلوب رايبين يجيب لك دراهم، انا تشريني بدراهمك ونشوف باللي انت ما عندكش الظروف اللي نقدر انا نبين خدمتي. سي ابراهيم على بالك لونترينر وين قيمته؟ يل بريبار لا يل كونستروي لا بيرفورمانس في لا سومان. اذا انت تخدم في دي كلوب سمانه كامله وانت غير في المشاكل، ما خلصوش ما جابوش ما عطاوش. صحيح. اسمع سي ابراهيم، انا يا سي ابراهيم على بالك انا لحقت وين؟ خلصت ان ستاج هنا في موفلوندور 300 مليون من جيبي، سمانه اونترينور ديريجون كلش. انا مع اي فريق؟ مع بالعباس. الناس هربت وانا خليت شاك بيرسونال تاعي باستا. سمعنا كي لحقنا المستوى هذاك خلاص ودرنا اون اكسيسيون وما باش خلصنا بالويسي جيستيس. يا هل ترى يديروا هذا اللي راه في المولوديه ولا هذوما اللي راهم جايبونهم في لوسما ولا هذا اللي راه في جياسكا ولا غير ما راهم خير منا؟ يا في جياسكا شو نهضر معاه والله العظيم. شوف اسمع نتحدى انا ولا مره نجوزوا البلاطو ونجوزوا التيران وخلي الناس تجي جينا والله غير نتحداهم بلي مويا هذوك بالظروف هذوك بالتقلاش هذاك خليونا نخدموا ونوريكم حنا تيديكم. عرضك في واحد الشيء واحد النقطه انا معك شوف 100% اني معك ولكن عرضك في واحد النقطه مسؤوليه المدربين الجزائريين في الشيء اللي وصلنا ليه موجود. لما مدرب يتدخل في متاهات نتاع بيع وشراء مدربين هذوك سعيد لا هذوك اللي يخدموا هذوك اللي يخدموا لا اشباه هذوك اللي يسحقوهم. شوف سعيد صحاب الطعام هذوك اللي يسحقوهم. هاك شوف انا في البلاطو سعيد ولا غنقول لك حاجه سي ابراهيم راه هنا ولا غير رفضت شحال من مره لي بلاطو. انا اللي قابلني لازم يكون عنده الخصال تاعي سينو والله ما نقابلو ويقابلني. وحديث قياس كاين بزاف اللي يركبوا الموجه يديروا لهم ليكيب ويشد فان كلوب في العام ويدي منا هذوك ما يمثلوناش يجيب لاعبين هذوك تعرف. شوف حاشا شوف كاين حميد باشا ربي يطول في عمره. علاش الاعلام ما يهضرش عليهم؟ نعم علاش وسائل الاعلام الجزائريه ما تهضرش عليهم؟ متورط. علاش الاعلام ما يهضرش عليهم؟ متورط. متورط الاعلام فيهم. متورط الاعلام. شوف تعرف انا ما عنديش اسمع عندي عندي شوف متورط. نحاو بعض نحاو بعض المدربين وصفوا معهم حسابات سعيد كناوي باستعمال سعيد كناوي ماشي كامل. سعيد كناوي ماشي كامل. قول بعض قول بعض. اكيد انا اللي شوف انا راني هنايا الناس كامل اللي تشوفينا. انا نتحدى واحد مدرب حاكم ديريجون جوا يقول ياسين مالومي فد التليفون واش عليه؟ لا 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 نهضر على روحي انا كي هضرت نتاع الصحافه كل واحد يدير واش يحب. انا نعرفك واش عليه؟ خليك شوف هاو الحاج عدلان هاو الحاج عدلان انا نعرفك اوطونك جوا اوطونك كان ديريجون في ليشما كان معاه هكذا الى نهار فد التليفون يقول يا الحاج او كان جوا ولا نبيع لك جوا ولا باسكو المهنه المهنه كيما المهنه تاعكم راحت المهنه تاعنا راحت اكثر من طول اكثر المهنه ما كاش تاعنا. علاش يا سي معلومي علاش ما هو السبب؟ خلاص انا نقول لك شوف اسم قبيله كان كاين صح كالكو كونفيري دخلوا روحهم يبروبوزيو دي جوار يبروبوزيو دي زونترينور ماشي كالكو كونفيري بزاف راهي واحد 80 ولا 90% كيما اشبه المدربين انت على بالك اشبه المدربين انت على بالك وراك عايش معنا وكما قال الشيخ عبد الكريم ما تخلوناش نتقرعوا اليوم انا نهضروا على لاكان ولا دايرين شو تاع لاكان كي تخلص لاكان سي ابراهيم وتحداك حبيت تجيبنا تجيبني انا شخصيا مرحبا بكم كل سمانه نجيك مرحبا دير لي حصه خاصه مرحبا باسكو ما نهربوش الواحد يكون الحقيقه تكون بيان سور كلهم على بالهم كيفاش لي براتيك راهم يصراو كلهم هاد الاشخاص اللي راهم هنا تاع كره قدم حنا رانا في ثلاثه ما شاء الله كره قدم ياك انا عمري ولا واحد في حياتي ملي بديت نلعب جا قال لي روح نديك تلعب ولا راح خلصني ونديك تونتريني ولا خلصني ونديك تخدم اللي عنده حاجه يجي يقولها يعني هنا قدامهم كاع والحمد لله. مي انا باش نروح نحط سي في ونروح نشوف صحافي وانا نعرفهم بالريسبي الفاميلي تاعهم ما نقدرش نذكر الاسماوات اعرفهم اعرفهم بالواحد كيفاش راهم يتعاملوا كيفاش راهم يبلاسيو في لي جوار في لي زونترينور وملحق حتى ما في لي ديريجون. مي حنا رانا شادين قال الشيخ عبد الكريم شادين سبعنا بصح اللي تجي خلط او ياكلها ومن بعد شوف الحاج باش نزيد في كلامك الحاج سي ابراهيم هضرت على الهرم المعمول به والمعقول لا بيراميد برومي سي لو بوس لو تشيرمان نهضروا هكذا باش يفهموا نهضروا الانجليزيه الالمانيه الاسبانيوليه الطليانيه كلش 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 كيما حبيت اي لغه اسمع تو تيرا اسمع تو تيرا احنا ولاد الميدان انا 84 البالونات انا نرفدهم وين مليفي حتى لزيوي ايه اسمحنا ما نحيناش لي روتروفيزور
ما نسيناش منين جينا والخير اللي داروا فينا الرجال باش وصلنا وعلمونا وعطاونا هذيك لا باز، ما نقدروش نتبدلوا ما نبيعوش هذوك لي فالور لي برانسيب. انا الشيء اللي حبيت نقوله لك، لا بيراميد بريزيدون انا عطيت لك المواصفات تاعو، هو اللي يروح يجيب المدرب اللي يليق بالفريق نتاعو راه امانه، والمدرب اللي يجيبو سي ابراهيم يوقف معاه ويقعد معاه ومامن به ويرافقه. المدرب هو اللي يخير اللاعبين ماشي الغير، والمدرب هذاك كي يجيب اللاعبين اللي يفرحوا الكلوب اللي يدير بهم دي ريزولتا هكذا ولا لا لا يخدم معاهم سي نورمال واللي يليقوا به ومقتنع به البريزيدون. شكون اللي يجي في المرتبه الرابعه سي ابراهيم؟ هذاك الصحفي المحترم والمحترف اللي يفاريولاتي كاع واش كاين لمن لو بوبليك اللي يجي اون سانكيام ليو باسكو هو الروح تاع النادي. اليوم على بالك راه انقلبت، المدرب هو ولا الاخراني؟ نفهموا مليح. حقتني رساله الان خاصه سامحني يعني رساله ليك معليش. هذا المتابع راه يقول لك رانا نشوفه في عبد الكريم بيرا يبدو بادية عليه علامات تأثر، هل قللوا من قيمته في كرة القدم الجزائرية؟ هنا مشوا لي أنا أخويا، بصح كاين حاجة ما حقرونيش، ها اللي حقرني مازال ما ولدتوش يماه. وشنو أنا عاش ما نعرف قدره، جبت ما حبيتش نخلط روحي باش نتوسخ. أنا عندي اسم ما نساش فيه وحدي، وعندي أن أونكاجمون مع الناس اللي علمت لي هذا لوميتي وحببته لي، عطاوني لهذوك لي فالور. ما نقدرش نولي اللور وما نقدرش نخون هذا لو ميتي سي ميتي نوب. راني نقول لك اليوم ولينا حنا سي غراف وعيب، هنا رانا نقصروا باحترام وبقدر. كاين وين انا شفت دي بلاطو اونترينور ساكت وهذاك اللي عمره ولا لعب وما يعرفش ميم بوش كان في التيران يهضر خرج من البلاطو او دخل لك لي ديزوي ماتر يا عزيزي. انا شوف مازال بريزيدون ما دخليش لي فيسيار ولا دار لي ليكيب، ما كاش لعب انا اللي جرى ويفرض روحه ولا يديكتي لي واش يحب. يا راك يا مراكش يا راك شيخ يا قاعد في الدار. بصح الشيء اللي حبيت نقوله اليوم، شكون اللي ولا البرومي؟ لي ريزو سوسيو الشارع لي جورناليست. نقول لكم صراحه دوزيام شكون اللي ولا بعني ملاح؟ هو البريزيدون، لازم يشدوه في يده. وراه لو كابيتال سي لي جوار ضعفوه باسكو هو جاي اصلا باش يدي ويعمر. اسمع مازال ما شفناش حنا لي بريزيدون هذوما اللي خدموا فلسوا كاع شركات هذوما وحاسبوهم، واليوم لا فيديراسيون جات راهي تخلص في بلاصه هذا الكلوب سي غراف. ومن بعد شكون اللي يجي اون كاتريام ليو؟ سي لي جوار. وبعد لي جوار شكون اللي يجي؟ يجي المدرب، نجيبوه ونديرني شوف نيغوسيو معاه كيما نحبوا نوسقوه ابري ان موا دو موا ويلقى راحتو. الماناجر ولا قبل المدرب؟ ودي ملي جاو هاد لي ماناجر هادو الدنيا دخلت. شوف احنا علاش نتكلموا بالك شوف علاش نتكلموا بهذا يعني شويه نتاع حماس وشويه نتاع تقلق. احنا عشنا لا ريفرو سبورتيف. انا بديت التمرين كما قال لك 84 بديت 83 مع محمد سوكان الله يرحمه في ليكيب ناسيونال ميليتير ولا دي مير سبيسياليست اللي تعرفوه رستم كرافوب، خدمت معاه 5 سنوات جنبي في الملعب نشتغلوا مع بعض، جزنا من 7 سنين حتى ليكيب ناسيونال ا وشفنا الجزائر كيفاش كانت البرودويزي دي جوار كيفاش الرجال كانت تخدم وكوبينا عليهم وخذينا عليهم. ومن بعد جيت تشوف انا جيت من قطر في 2019 دخلت للبلاد يا اخي مع صراحه ما فهمتش وراهم لي زونترينور الناس. واحد كان العيده هذه كان مدرب في الشمال نادي الشمال يخسر بالخمسه، اذا كان ما خسرش يخسر 5-0 الفريق نتاعو ما داش دا ان بوا لحقت لا فازا اللي خلصت باش تبدا الروتور. وين جا المدرب هذا؟ جا المولوديه طالشي لو دوين دي زيكيب ناسيونال نتاع في الجزائر. شكون جابوه؟ جاي يخدم جابوه الناس هذو لو 600 على تات. تحب تفرى خويا تحب تفرى يا طرو دارجون في الفوتبول يا طرو دارجون وكي كثروا كي كثروا الدرام يدخلوا لي زوبورتونيست يدخلوا البقارين يدخلوا السراقين سيد كناوي حسين كرجود رسل رساله الان ليك راه يقول قولوا لسعيد كناوي هل نسى بأن جمال بالماضي قبلوا كنا نعاني ونربحوا مع منتخبات صغيره؟ هل سعيد كناوي نسي ان المنتخب كان يعاني من اجل التاهل الى كاس افريقيا؟ لماذا يهاجم جمال بالماضي وجمال بالماضي جاب نجمه للمنتخب الوطني ومعه ولينا حجم التطلعات اصبحت عاليه؟ انا نقول له حاجه، جمال بالماضي دخل التاريخ كاول مدرب منذ 62 دورتين متتاليتين نخرجوا من الدور الاول. هذه باش ندخلوا في اذا حبيت ترجع لي قبل اللي كان يتكلم عليها عبد الكريم قبل جمال بالماضي ونعيدها وانا مسؤول على كلامي. ماجر
مشكلته كانت حملة ضده من طرف الرئيس اللي خذا في البلاد هذه 16 سنة، حرش عليه ناس دي جورناليست صحفيين وداروا عليه حملة، والكم عندنا احنا حاشا اللي ما استلاز دي موطن الناس تبع برك الصحف، الصحافة تتكلم ولي ريزو سوسيو يتكلموا والدنيا. هذا ماجر اللي عطى للجزائر، عطى للجزائر، عطى يعني كان هذاك هو، هذاك هو الاخر نتاعنا، المثال الاعلى، الموديل نتاعنا هو وعصاد ولا المص الله يرحمه وكذا وكذا، وباللومي خمجناه في بلادنا، خسرناه في بلادنا، ملعب حتى ماتش اوفيسيال، وخلاص الناس ولات تفهم ماجير 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 باسكو كلاهم بهذا الكلام. شكون داريير؟ سيتي كالكي جورناليست مدفوعين الاجر من عند الانسان هذا اللي مع ماجير كانت عنده قضيه في 2004، في هذا التاريخ في 2004، وربحوا في الشرع ودى الفلوس عطاو له، والفلوس هذوك راحوا ليزونديكابي، ماجير عطاهم ليزونديكابي، وسناه حتى جا للمنتخب في 2016 ولا 17 ودار عليه حمله، نعم ودار عليه حمله بالصحفيين، وخرجنا ماجير من الباب الضيق بعد ما كان ماجير 1990 32 زون إلي تي لو ليدر لو كرون جوار لو ميور بيتور، كان مثل يعني في العالم. هضروا على لونترينر، خلينا من جوار، جوار نتكلم، لا نتكلم على نتكلم على لونترينر ونتكلم على الجوار احتراما. جوار ما هضروش، لازم نتعلموا نحترموا بعضنا بعض، نحترموا بعضنا بعض. حاسبني على الشغل ما تحاسبنيش على اسمي، انا بالماضي عمري ولا بالماضي، وربي يشهد على الشيء اللي راني نقول فيه، انا بالماضي عمري لن حارب الشخص، انا حاربت المدرب. لا طريقة طريقة اللعب وصلت العمل، وصلت الفكرة. لحقتنا رسالة الآن لا لسعيد كناوي ولا الحاج عدلان ولا لياسين معلومي ولا لعبة الكريم بيرا، بعتوها ليليا معليش نقولها. أو يقول ما هو المدرب الإيطالي، من هو المدرب الإيطالي راك تشوف فيه برايم حنيفي الأنسب لقيادة المنتخب الوطني الجزائري؟ إيطالي على إيطالي، المشاهد طرح سؤال نقوله علاش إيطالي. أنا صراحة نشوف سيموني إنزاغي مدرب انتر مستحيل يجي، لكن يدرب الانتر، لكن انا نشوفه بالطريقه تاع اللعب تاعو 3 5 2 ياسين معلومي، طريقه محنك جدا من الناحيه التكتيكيه يدير حاجه، لكن الايطالي امر والفرنسي امر والجزائري امر اخر. انا هذه برك تفضل على بالك، احنا الشيء اللي هلك المنظومه تاعنا، يا با دي شال دو فالور، يا لو نون ريسبي دو لا ستراتيفيكاسيون. دوك الناس اللي تعرف وتسمع لا ستراتيفيكاسيون وتعرف واش حاب يقول، حاب يقول اللي عنده مستوى تاع التحضيري واللي عنده دكتوره ولا كاع في نفس المستوى، والرداء على بالك اذا غمت وعمت لابا ليليت ما كانش، هذا هو الشيء اللي صار، يعني وصلوا المبتغى تاعهم لانه يا دو لارجون، اي كونت يا لارجون تو تي بيرمي. بصح انت في بلادك خويا، حنا خرجنا خدمنا في الخارج، شهاده شكر وتقدير وناي كيلكو تروفي والناس قيمتنا وقدرتنا، بصح كي تجي لبلادك خاصة في الآونة الأخيرة أنت ممنوع أنه مولودي. أنا نهار زقاولي نهار سلكتهم، أنا نقول في لاكريزا بيريود دو كريز ما خسرت حتى ماتش معاهم، في الأخر يقول لك واحد جوار قال لي يا شيخ، قال لي والله غير العام الجاي مليار أنت تخلص المولودية ما تخدمش، قلت له علاه؟ قال لي باسكو أنت نحيد كاع صلاحيات فيستير، عطيت له قيمته واحد ما يدخل روحه ودير لي لازم، قلت له هذا هو المدرب، هذا شغل تاع المدرب، كيفاش أنا جايبني وأنت دير لي ليكيب، انت جايبني وتدخل لا تدخل وين ما لازمش، اما لا دير مدرب وحديد قياس، هذا ما كان. شوف لي يا سي ابراهيم، ابراهيم احنا كرانا في بلادنا، احنا عيب انسان وهذه ماشي متربيتنا، لانه قبل كلش احنا رانا مربيين، نهضروا في الشخص نتاكيو الشخص، لا لا، اما الوظيفه احنا اوني دي فوتبولور، احنا اوني دي بروفيسيونيل في لو ميتي. سامحني علاش لو ديريجون، لو ديريجون سي اون فونكسيون سي با اون بروفيسيون، لونترينور ات اون بروفيسيون، لو جوار ات اون بروفيسيون، ها فرق بين المهمه وفرق بين الوظيفه. صحيح. انت راك هنا وتروح، اليوم راك هنا وراح، شحال من ديريجون سامحني يا جاز وراح، شحال كان الوف، بصح المدربين قاعدوا مدربين، همشوهم قاعدين حاكمين سبحهم. انا بالمناسبه نحيي نور بن زكري، هذا قيمه من القامات، وكاين دي زونسيان جوار اللي داروا المونديال وعندهم باع، همشوهم حطوهم دو كوتي، علاه؟ علاش؟ داروا لي كونسونسيس هذوك لي زاسي سوا ديزون من غير تحرايق الله يرحمه، خرجوهم منا وريونا حنا تيديكم، ملاير تصرفت، اعطيونا لي زونسينيومون، ما كاش، علاه قلت لك البارح نوتيفيي، اما دوك اذا بنادم باش يجي يدير شو في بلاطو ويقول ويقول ما عندك تحبس تما وغدوه نهار جديد، كيما البعض يسميه غدوه نهار جديد، تسمى كاع اللي قلته اليوم راه مدفون. كان رب العالمين والبلاد هذه ماتوا عليها رجال. اما اللي ضرها الله يرحمهم اللي ضرها والله راح يخلص،
والفوتبول فوتبول سي ان جو سي فري سي ان سبور مي مهما كان سي لا ديسيبلين روا اخويا البيبليك يحب الفوتبول العيد يطرح لك سؤال ويقول لك السلام عليكم سيد سلام. بيرة هل يستحق عبد الحق بن شيخة تدريب المنتخب الوطني الجزائري؟ شوف انا البارح هدرت على وعلى لا لا الى لك كاع لي كومبيتونس ريكيز علاش لا 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 ديبلومي يخدم في الخارج يخدم هنا وجاب دو تروفي امبورطون لوسمو لوسما ياك نهضروا بلا بيرفورمانس هاي كاينه وين راه خدم عنده دي تروفي اوسي علاش لا لا اذا نهمشوا حنا نعاودوا نرجعوا برك شويه اللور لا كوب دافريك اللي جابها كرمالي الله يرحمه قبله كان روغوف ما جابش روغوف لا كوب دافريك بهذو كاع لي جوار كرمالي الله يرحمه جاب لا كوب دافريك حتى وخرج في لي ديسيون تاع زينغينشور من بعدك شكون جاب الماضي إلي ألجيريا جاب لنا كوب دافريك وبارك الله فيه بصح لي زونترينور إترونجي لي سعدان إنوزا كاليفي صح ولا لا ألي لوزيتش مشينا معاه للمونديال نقول لك حاجة أنت كي دير أون في دو روت كاينة لا فيزابيليتي وتخلي لا تراسابيليتي كيفاش راك رايح كيفاش دير لا في دو روت وما لازمش تمحي لو باسي تاعك نعم برك ياسين لا تقدر ترد لي باش تخير لونترينور دوك ناسيونال في هذه الفترة اللي رانا فيها لازم سيلول دو ريفليكسيون لازم كوميسيون دو سويفي تشوف وين راه البروفيل ريالمون ولي جوار اللي حنا قاعدوا في ليك ناسيونال باسكو فافوار ماتنو فافوار سيرتيرمون في هاد لا ليست تاع لي 26 ماشي على بالك نشوفهم كاع في مواد مارس كاين دي شوا لي فون يفونتر بري بار هما ديجا او ميم اسكو عندنا حاليا دوك في الفيدراليه الناس اللي تخمم كنت نتكلموا على وليد صادي اسكو وليد صادي هو شخصيا اللي راح اللي كاين الناس يتعاون فيه هي عاده الحاج دو ليكستيريور الحاج هي عاده سي با كوريكت بصح يقولوا الناس دو ليكستيريور براهيم اسمح لي واش عليه يقولوا الناس دو ليكستيريور ناس من داخل المكتب ناس من المكتب وعندهم معرفه كبيره في كره القدم انا يقول لك انه صادي ما راهوش يفكر وحده سامحني سي ابراهيم لا يتخذ قرارات سامحني سي ابراهيم ولا رحم بابا نعم ولا غير ما نخليها تجوز انا كل يوم كنت لحيت الفيستا اليوم قلت لك لحيت الفيستا ساعتين لكم ما نحيش كارطو كنت لحيت لكم يا شيخ اسمع سي ابراهيم سي ابراهيم معليش نطلب منك طالب صغير خذ راحتك نروح الفصل عندنا فاصل لازم نجوزو الان وقبل ما نجوزو الفاصل عندنا تهنئه رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون للمنتخب الوطني لكره اليد يقول رئيس الجمهوريه مبروك للفريق الوطني لكره اليد على تاهله المزدوج الى المونديال ونهائي البطوله الافريقيه شكرا على هذا الانجاز الذي اهديتموه للجزائريات والجزائريين مما يلزم المسؤولين المعنيين بوضع كل الامكانيات بين ايدي هذا الفريق في الحاضر والمستقبل ليحافظ على مستواه أتمنى لكم كل التوفيق في النهائي بحول الله مشاهدينا الأعزاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد بعد تأهله للنهائي ويقول مبروك للفريق الوطني لكرة اليد على تأهله المزدوج إلى المونديال ونهائي البطولة الإفريقية شكرا على هذا الإنجاز الذي أهديتموه للجزائريات والجزائريين مما يلزم المسؤولين المعنيين بوضع كل الإمكانيات بين أيدي هذا الفريق في الحاضر والمستقبل ليحافظ على مستواه أتمنى لكم كل التوفيق في النهائي بحول الله برافو عليهم ومبروك عليهم وإن شاء الله لما لا التتويج بهذا اللقب إن شاء الله مشاهدينا الأعزاء فاصل ثم نواصل تابعينا الأعزاء من جديد في هذا الجزء الثاني من عدد اليوم من برنامج أفريكان شو الشيق تخيلوا أنه حتى الزملاء في غرفة البث ما تنساش يا إبراهيم حبست عند عبد الكريم بيرة والله غير الشيء اللي حبيت وما بلا بيهم بلا بيهم ما كانش لي ميزان حييهم بالمناسبه نورمال حييهم نورمال ما ركاش دو زون الانديفيديوال ما نحبوش لا زون نقدر نخرج مي الانديفيديوال ماشي سهل سي إبراهيم تفضل انا بحكم التجربه المتواضعه تاعي لو بوست تاع دي تي ام سي ان بوست امبورطون في فيديراسيون سي لو لوجيسيال تكنيك وهذا دي تي ام اي لي تريبيوتير دي ريزولتا دونك سي لي تريبيوتير دي ريزولتا اي دو فير ديريكتومون بريزيدون اي كونت يل ساجي نهضر بالقاوريه باش كاين اللي يحب يفهم القاوريه راني نوصل له لي ميساج باش يفهمو مليح هذا البعض اللي راهم نقولوه في لو بيرو فيدرال اسمح لي كاين اللي حرام يكون في البيرو فيدرال ما من اللي جازه ايكونش خويا
لك هالدروه انت كيفاش جيت وكيفاش ولات عندك كلمه وما تقدر تجيب والو. تقدر انت تعطينا بروش، تقدر تبروشتي، تقدر دير لنا استراتيجي، ورينا احنا تيديكم ما جازوش ما يعرفوش. ركبوا صح بغض النظر على القوانين اللي موجوده في لاسومبلي ونورمالمون تبدل باسكو هذا ما راهوش قران. انه همشوا كامل لي زونسيان جوار، لي زونسيان انترينور، والناس تجي تقرر في امر اللي ما راهوش تاعهم وما راهم جايزين، ما احنا رانا قاعدين. دونك الامور لازم تتغير، بالك مع وليد صادي ان شاء الله نتمنوا بحكم انه راهو تعلم في الصيف، زاد تعلم في ليكيب ناسيونال، اليوم كون شخصيته وعنده نظره، ونتمنى شيء باش ما يغلطش، باسكو اذا غلط حب يقول عنده اقداميه ما عندوش ليكسبيريونس. انا ما رانيش ندوموندي باش نكون في لاسفيرا ونقدر انا ميم يزكيو لي قال انا بارك الله فيكم ربي يجازيكم انا لا كارير تاعي ما راهيش قدامي راهي مورايا، مي جي توجور ديفوندي لي فالور نوبل. زايد حاجه اخرى، هذو اللي راهم في البيرو فيدرال شكون هما؟ نتفاهموا مليح، هادو رايحين يبروجتيو على بالك لونترينور ناسيونال. اذا سي وليد صادي حاب يمشي لقدام يدير دي ريفورم ديجا لا دي تي ان، ما رايش هاد لا دي تي ان، كون صريح انا ماشي هادي لا دي تي ان اللي تقدر تخرجنا لبر الامان. ما كان لا كوليك لا يديك لا يجيبك. انا كي نشوف برك هاد الكاف برو سير كالباس داروها او ما خرجناش من التونال، تما راني فيها ندير واش نحب ولا طاق على منطاق. سي غراف الشيء اللي راهو صاري، سي غراف. هنا اون مينيميزي دو كي؟ دو لا كريديبيليتي دو كي؟ دو لونترينور. خويا اللي يكون في المستوى الفوق ليليت، زمان كانوا ليليت باينين، ما تتلاحش وما دناش، هما اللي يقودوا. اليوم يا با ديليت. نعم عبد الكريم بيرا، نختم معك بهذه الرساله الكوتش بيرا، اتمنى نشوفك على راس الفريق الوطني، انت هو الرجل المناسب في هذا الوقت لمعرفتك ودرايتك بخبايا الكره الوطنيه. هذه رساله معليش لازم نوصلوها كما راه. الله يجازيك. تفضل. باسكو شوف تفضل، انا تالمو راني بالكوستو معاك باسكو خليتني اليز. احنا نهار درنا لا بريزونطاسيون تاع لاكان وهدرنا على ليكيب ناسيونال، وانا كان عندي تحفظ كبير ما كشفت كلش، لانه كي نهضر هنا تخرج في اليوتيوب الناس كاع تشوفوا، كاين ناس عديانا، كاين ناس اللي ما يحبوناش، كاين ناس اللي جوزوا، كاين امور كثيره اللي خبيتها كونسيرنون ليكيب ناسيونال. ولكن كيما يقول لك اكيد دو دروا نقدر نمدهم، مي با ما نكشفش الامور هكذايا على العالم. اسمع يرحم باباك وصلنا يعني في واحد المستوى، انا ما بيزقيو لي قال تبارك الله، كاين اللي خير مني، عارف باللي ماشي انا والو ميور، كاين اللي خير مني. شكون؟ مسؤولية كليف. شكون؟ كاين. شكون؟ كاين. هما يحوسوا كاين. عطيني اسم. كاين علاش؟ عطيني اسم أنت تشوفه خير منه. كاين، يقدر يكون أن جروب، هضر على أن ستاف. يقدر يكون أن ستاف، إيه، أن ستاف فور. ناخذ الحاجة اللي نعيبها عليه أنه لا ترافاي تو سول. من؟ سي جمال بالماضي. نعم. إي نافي با داسيستون، إي لافي دي زاسيستي. وعلى بالك يكون عندك دي زاسيستون فور. ديما يثبتوا يوجهوك ويعاونوك يصحوا لك يعاونوك. انا دوكا تيك هو كمدرب راه خونا وليدنا يغيضنا احنا، كان ياكل في روحه الخساره دي كاع وجعتنا ماشي غير هو، صح ولا لا؟ مي كان كنا نقولوا واش كان قادر يدير، واش كان يخصه لو يا ربما بدل هنا ودار هنا ودعم روحه بالك ما كناش نروحوا للحيط. صح نعم. وياسين معلومي، جمال بالماضي يرسم اليوم فسخ عقده مع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم بعد ان تنقل الى مبنى دالي ابراهيم وتقابل فيس تو فيس مع وليد صادي. عندك ياسين معلومي معلومات وخبايا ما دار بين صادي وجمال قبل هذه فقط نقول حاجه على تعيين المدربين على راس المنتخب الوطني. منذ سنوات انا مني نشفى قليل وين المدير الفني الوطني هو اللي اختار المدرب. انا نشفى منذ عهد عمر كزال الله يرحمه الى يومنا هذا. صح. الى يومنا هذا الله يرحمه من وقت سي عمر، وهو رئيس الاتحاد هو اللي اختار المدرب من نروح كسوا مدرب محلي ولا مدرب واسمه اجنبي عاده مع رئيس الاتحاد، لانه انا نظن ما عدا في فترات متقطعه الاتحاد الجزائري لكره القدم ما كانش عندهم مدير فني واسمه قوي. المدير الفني كان عاده مع رئيس الاتحاد هو اللي يتخذ القرار النهائي، وانا نظن في الفتره هذه اليوم الاتحاد الجزائري لكره القدم انا نظن انه رئيس الاتحاد ربما مع الطاقم تاعه واحد ولا اثنين هما اللي حين يخيروا. انا ما نظنش المدير الفني اليوم اللي هو متواجد على راس الاتحاديه هو اللي راح يخير الاخر. ياسين مش عليه. شوف من 1982 83 كان كزال الله يرحمه الله يرحمه سي عمر، كان تيكان وين فضل تيكان وين ربي يطول في عمره، اشتغلت معاه، كان بن دهيبه
الله يرحمه قمه واشتغلت معه في لا ديريكسيون تكنيك ناسيونال. الناس كانت جاب ان بروجي فوديلتي كان وين كان صغير كان مازال صغير وجاب لنا بروجي نشفى له سيليكسيون ديتيكسيون فورماسيون دي جون طالون ان بروجي اللي ما ندارش نقول لك بالك في اوروبا والناس بدات تخدم فيه. الناس كانت كي تجي دي تي ان تقدم للبريزيدون فيدراسيون ان بروجي طرافاي للملا للي كاع على بالهم لي ديريكسيون تكنيك ريجيون لي ريجيون على بالهم لي ولايه على بالهم الدنيا الكل على بال لي كلاب على بالهم. انا جيت هذه الخطره كي جيت اعوذ بالله من كلمه انا بنيتي جبت ان بتي بروجي تكلمت فيه. احنا اون با داكاديمي بور لانستون اون با دو سونتر دو فورماسيون. يعني نتكلم فرنسا 1973 باش قلع الفوتبول ديالهم سيتي اون في دو كيفاش يسموا هذاك يعني ترغم عليك بور شاك كلوب طالبين منه باش تكون او نيفو دو او نيفو دو لا بريمير ديفيزيون باش تكون بروفيسيونيل يلزم يكون عندك ان سونتر دو فورماسيون بمعايير ترسمها لا فيدراسيون. الا ما عندكش التجهيزات الا ما عندكش لي مويا ما تلعبش اون بريمير ديفيزيون هنا ليكيب ناسيونال كاي تشارج هنا ليكيب ناسيونال تمشي. حنا اليوم هايمه كما قال لك ام عندنا عندنا ان مومبر دو دو مومبر دو ليغ يعني سي ان مومبر دو ليغ بريزيدون دو ليغ الي مومبر دو بيرو فيدرال ما عندوش الفوتبول في ليغ دو ولايه ديالو في الولايه تاعو ما عندوش الفوتبول. يفا جيري يفا فير ان ترافاي دو كونسيبسيون او نيفو ناسيونال. ايماجيني يا سي نقول له اسكو سي كوريكت سي لوجيك لا ديونتولوجي تاع كرة القدم تقول بلي لازم تكون عندك انديتيان شاك فيديراسيون اللي جازو عمر كزار الله يرحمه وروح سي يعني علاش قلت لك انا اسكو كاين كوميسيون كاين ناس معنيين بالامر ويعرفوا واش معناتها ديزيناسيون دان اونترينور ولا دان ستاف ان سيليكسيونور صح وقف دوك انت ولا نقعدوا حنا هكا سمح لي ياسين نقعدوا لو بريزيدون حيث كان هو اللي يخير الناخب الوطني ويخير بالك مام لي مومبر دو ستاف تكنيك معاه احنا نقعدوا هكذا احنا نقولوا احنا بلي رانا في عالم تقدم ورانا نهضروا على البروفيسيونال. وصلت الفكره وصلت الفكره حاج عدلان لكي نواصل في النقاش في ورقه الطريقه اللي عندنا وخاصه من جانب الحدث لانه لدينا الوقت الكافي للحديث عن المديريه التقنيه وعن امور اخرى سلبيه في كره القدم الجزائريه. ياسين معلومي الصادي بالماضي كما قلنا اليوم وجه لوجه في مبنى دال ابراهيم هناك من قال بانه صادي منح تعويض لي بالماضي هناك من قال بالواضي اشترط شهرين ثلاث اشهر الى غايه ست اشهر وضعنا في الصوره في هذا الخصوص. البدايه هو انه ربما لثاني ولا لثالث مره المدرب الوطني منذ الشهر اوت 2018 يدخل مبنى الاتحاد الجزائري لكره القدم. عاده ما كان المدرب الوطني كل العمل تاعو كان موجود في سيدي موسى. ترى هذه من اللي جا الرئيس الجديد هذا كان كما يقول لك كان دائما يجيب هذه بوتيت لا دوزيام ولا توازيام فوا المدرب الوطني هو اللي يجي الى مبنى دال ابراهيم. هذه وحده. ثانيه اليوم المدرب الوطني يعني مباشره طلب من رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم تعويض السنتين المتبقيتين. ياسين معلومي بالماضي طلب من صادي يعوض له سنتين اللي بقاو له من العقد في العقد المبرم بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدرب الوطني لانه هو ربما هو يحسها المدرب الوطني على انها اقاله. نعطيه وليست الارقام باش الناس تفهم سنتين كم تساوي يا سي المعلومه؟ 160 مليار. ها ما عنديش كالكيلاتور انا حساباتي تلفوني 160 مليار. 160 مليار المدرب الوطني قلت لك بالامس مثل ما حدث مع اللي كان حاكم التحكيم المويسي ليمكي شونغ. نعم كان اشتغل هنايا كيف سخوا معاه العقد مدولو مده شهرين. هو اللي قبل ياسين شكون لا ليمكيشونغ لا راح قالوا له شهرين راح قالوا له نولوا نتعاملوا معاك كما يقولوا كي تجي لهنا تخدم ولا واش نخلصوك. نعم المدرب الوطني جمال بالماضي طلب يعني مده العقد كامله. الاتحاد الجزائري لكره القدم قال المدرب رفض طبعا رفض وقالوا نمدوا لك مده شهرين مثل ما حدث. انا معلوماتي تقول انه حتى المدرب الوطني انه خرج غاضب من الاجتماع لانه هو كان مدرب هو واش الهدف تاعو المدرب الوطني الهدف تاعو انه
يروح الى كاس العالم، ما راحش كلاعب، ما راحش في الفتره السابقه كمدرب، كان على بعد 15 ثانيه باش يروح، ولكن ربي ما كتبش معاه. يعني ما عجبوش الحال. ما عجبوش الحال طبعا، ما عجبوش الحال. واليوم انا نقول لك حاجه، قال له انا نروح الى سيدي موسى ونعاود نرد لك واسمه بخبر. الاول الطرفين ما يتفقوش مقارنه، يروحوا الى الاتحاد الدولي لكره القدم، يروحوا للفيفا. يعني هذه تاع اللجوء. راحوا للفيفا وما كاين حتى اوبجيكتيف في الكونترا تاعو. شوف هي الماتش راه باين باللي راح يربح جمال بالماضي. علاه يربح؟ كل واحد يدافع على واش عنده في العقد تاعو. سبب اللي نحاوه. واش مسبب؟ سبب اللي حبس الناخب الوطني، حبس تدريب الفريق الوطني. شنو هو؟ هو نتائج عدم الوصول الى الاهداف المسطره. هذا كاين اهداف، كاين اهداف مسطره، لم تحدد هذه الاهداف. ولكن بالكلام، ولكن كلام بالكلام. الحاج بالكلام ولا ماشي بالكلام؟ لا لا يا سيدي، لا باش المشاهد يكون في الصوره. في البونت، بالبونت مكتوب. انا قلت لك بالامس معلومه، قول باللي قالوا انه عدم تحقيق الاهداف المرجوه، ولكن ما حدوش الى كاس العالم ولا كاس افريقيا. هذا في القانون السياسي. انت تعرف ما شاء الله وفي اللغه الله يبارك تقرا بين، تعرف كيما يقول لك فرق بين جمله اسميه وجمله فعليه. صح. وشبه الجمله، وشبه الجمله، وكان اللي ما يعرفش على بالك. سافوار لير اونتر لي لين لي كلوز. احنا في لما دير عقد والناخب الوطني سي ان بروفيسيونيل من حقه. كوم سي سي فاغ ما ينا با ديبوزي لا ديميسيون تاعو. وانا قال حاجه مليحه ودار حاجه مليحه بور الجيري. قال انا كي نحبط لبلادي لي نتكلم على هذا الشيء. ما راهوش في لاكوت ديفوار اللي نقول انايا راني مستقيل. سي ان نون ريسبي بور سون بيي. لا لا انا كي نحبط حاجه مليحه تانيك اللي صارت اليوم انه راح المبنى تاع ديال ابراهيم، راح لا ستريكتور، راح عند لومبلواير، و سي ان امبلواي، سي ان بروفيسيونيل. ولكن في هذه الحاله اخطا كثير بلا سمحت، هو ما حبش يقولها في كوت ديفوار. كي يروح يقعد مع المسؤول الاول تاع كره القدم يستنى لا بروبوزيسيون. صح. حب يقول يا لي دو بارتي ان كونتر، ان كونتر يتندر بين شكون؟ بين دو بارتي. صح. لومبلواير ولومبلواي. صح. تقريتها انا نقراها بطريقه واحده اخرى وكمل. انا دوك نكمل خويا سعيد. انا نقراها لما يقول صادي ندخل الجزائر ونتكلموا على هو ما تفاهمش مع صادي وما عنده حتى علاقه بصادي في الكونتر نتاعو. راح نتكلم مع الناس. صح. الناس اللي تكلموا معايا في صح في الخفاء، في الخفاء من وراء صادي. صح. هذا هو القصد. كاينه حاجه، كاينه حاجه نعطيك معلومه فقط. الطاقم الفني لجمال بالماضي، الطاقم الفني كلهم امضوا وداوا لي دوموا تاعهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معناها سياسي، احنا صارت لنا، احنا صارت لنا اللي موجودين معاه. سياسي ياسر معلومي لنضع المشاهد في الصوره، يعني انه جمال بالماضي رفض وطالب بما تبقى من مستحقاته. يعني عامين، لكن الاتحاد الطاقم الفني وقع وخذ المستحقات تاعو وداو الى اخره وخلاص، ما نهضروش عليهم. مش غير الطاقم، كل شوف كل الناس المحيطه بالمنتخب الوطني، كل اللي كانت موجوده في الستاف تاع ليكيب ناسيونال. يعني هذا تعويضات ما عدا جمال بالماضي، كلهم تعويضات، كلهم خذوا تعويضات. واللي نهايه العقد، نهايه العقد. المهم المنتخب الوطني جديد يجيب ناس جدد، لو شوفير تاع باش يجي جديد، خلاص هذيك العقليه القديمه كذا، كل حاجه تروح. المدرب الوطني يبقاو اليوم يتفقوا معاه او ما يتفقوش معاه، هذيك حاجه. بصح انه اليوم بقى غير المدرب الوطني هو اللي مازال ما اتفقوش معاه، ولو كان ما يتفقوش معاه. هل عادي انه جمال بالماضي يطالب بتعويض مده عامين وهو ما راحش هو في كاس افريقيا 2022، ما راحش لكاس العالم 2022، هو في الندوه الصحفيه كاس افريقيا 2024، جابني الشعب، قال لك جابني الشعب. هو في الندوه الصحفيه الشعب الجزائري، اليوم الشعب الجزائري خرج وقال لك يا سي جمال بالماضي خلاص المهمه نتاعك. اليوم انت بالطريقه هذه يا جمال بالماضي اونكور اون فوا وضحت لنا باللي انت ما راكش يعني في المستوى ومتطلعات الشعب الجزائري. من المفروض علاش من المفروض انت جبت لك كوب دافريك وطلبت له الدوبل نتاع لاباي تاعك من حقه. كان يدي 100,000 قال لهم اعطوني 200,000 وعطاو له 200,000. كانوا رجال معاك وعطوك 200,000، ما يديها حتى واحد في افريقيا ولا حتى خارج افريقيا كمدرب. اليوم خرجت من الدور الاول تاع كوب دافريك، خلي بالماضي يشتغل، وخرجت من كاس العالم وخلي بالماضي يشتغل، ودرت واش درت ودرت واش حبيت، واقلت ناس وخرجت ناس وهمشت ناس. اليوم لحقت
هذه كرة قدم، هذه مهنة. اليوم في المهنة نتاعك اليوم وش هو الطالب تاعك الجبل بالماضي؟ الطالب نتاعي اليوم جبل ربي هذا اللي دودوم وراحوا عندهم روح وطنية ورجال أكثر من بين قوسين، نتكلم على كرة القدم أكثر منك. هنا بينت أنك جيت للمنتخب الجزائري على الفلوس وما الوطنية خليها تكوتي، حاله كحال اللي عندهم رجل هنا ورجل ليه. ياسين معلوماتك مؤكدة، لأنه معلوماتك خلات سعيد كناوي يتحدث بهذه الطريقة. مش معلوماتي، شوف معلومات، شوف معلومات مؤكدة. لو اليوم لو مدرب اجنبي ني معاك. اي وش عليه؟ علاش ايه مدرب اجنبي؟ لا يا اسمح لي، علاش ايه مدرب لا اجنبي؟ لا الجزائر ايه؟ عطاتك كل شيء. توني رياسي بالماضي، انا نهضر على الفوتبول، وشنو في الماضي دون سفير دو فوتبول؟ لعب كان في قطر يا سعيد كناوي، خليني النجمه الثانيه يا سعيد. خليني انا ما نبقاوش نقدسوا فيها هذيك الجبهه الثانيه ولا النجمه الثانيه ولا مانيش عارف. خلاص بارك الله فيه يعطيه الصحه وخلصت المرحله. ما تهضرش فقط على الراجل اللي ربح الارجنتين وكوب دي موند. الراجل اللي ربح الارجنتين وكوب دي موند، ربح لي شامبيون دي موند ميسي وخسر مبارتين اللي بعدها. هذه كره القدم، وقعوا له بعض المشاكل. ربحت لكوب دافريك وعطاو جبت النجمه بارك الله فيك وعطاوك لو دوبل دو سالير. خلاص راك سعيد كناوي، لو كنت في كامل جمال بالماضي تفسخ العقد بدون تعويضات؟ والله العظيم غير بدون تعويضات، لان المهنه هذه تاع مدرب وطني هذه سيتان نونور اللي يبقى لك في تاريخ نتاع حياتك الكرويه. ابراهيم انا نزيد لسعيد، كل المدربين المحليين اللي كانوا على راس المنتخب الوطني كسوا سعدان ولا فرقاني ولا ماجا ولا وي بوكو دونترينور ابري انيشيك راحوا. انيشيك في الفوتبول عبد الحميد كرمالي واسمه الله يرحمه ويسع عليه دار كوب دافريك اون 90 اون 92 في زنقاشو خرج في الدور الاول. السلام عليكم ورحمه الله، ما قالش انا لازم نجيو كذب. نعطيك مدربين اجانب، خواكيم لوف مع المنتخب الالماني رمال مينشافا مباشره. اعطيك المعلومه ياسين معلومي، المينشافا يربيها المدرب اللي فشل مباشره بعد الفشل، يعني في الندوه الصحفيه برانديلي مع المنتخب الايطالي مباشره بعد الفشل في مونديال 2014، خواكيم لوف مع المنتخب الالماني مباشره في الندوه الصحفيه. المنتخب الايطالي ليس فقط المدرب، المدرب ورئيس الاتحاد ورئيس الرابطه كلهم انسحبوا لانهم يعرفون بأن الفشل فشلت تغادر. شوف شيل رئيس الاتحاديه ودي بلادك، ودي بلادك. المنتخب الوطني بالامس الحق نظن على الساعه الثانيه ليلا ولا لاعبين بقاو في المطار، لاعبين المنتخب الوطني بقاو مش بقاو قضاو الليله تاعهم في المطار. لماذا؟ في القاعه الشرفيه راحوا على 6 تاع الصباح كلهم ربما 14 لاعب غادروا الجزائر ما عدا بعض اللاعبين. اليوم انهم هم باسكو هم حاسين هاد اللاعبين اليوم هذا اللاعب يحشم يخرج كيما صرنا اون 86 اون 82 اون 82 ربحنا دو ماتش، كوب دي موند وزيد وصل بين المانيا والنمسا الى اخره. اللاعبين جاوا البوفاريك وتخباو، انا لاعبين تاع هذيك الفتره يقول لي سمانه ما خرجناش من الدار، وهذاك الوقت ربحوا دو ماتش كوب دي موند. اليوم اللاعبين جاوا راحوا، اللاعبين اليوم بعض اللاعبين انا نظن ما يزيدوش يولوا المنتخب الوطني، لانك اليوم انت رانا فاشلين بعض اللاعبين يعني كلك جوا يعني ابري تروا دير مثلا تروا زي شاك كونسيكيتيف خلاص ما عندك متمد المنتخب الوطني، خاصة اللي فاتوا 34 و 35 و 36 انتهت صلاحيتهم. انتهت الصلاحية وانا كتبت واحد مازال نزيد لك حاجة. شوف الشيخوخة هذه كرافطة، هذه الشيخوخة الشيخوخة لا لا قاعدة تاع كرة قدم بيان سير بيان سير سي لا بيرفورمونس اللي تخليك باش تقعد سيليكسيوني ولا لا. شوف الحاج هي كرة القدم نردوها لا سيليكسيون دي تاع كل واحد عنده طرف في السيليكسيون. شوف في السيليكسيون انا واش نعرف، في لا سيليكسيون انا ما نجيبش لو نو، نجيب لو جوار بلوز اون فورم. ننجم مثلا عندي لاعب يلعب واسمه في البايرن وما يكونش اون فورم، وعندي لاعب يلعب في نادي هنايا يكون بلوز اون فورم، ها هو اسمه بالليلي. بالليلي كان غايب على المنتخب الوطني، ما بناوش عليه كاع اللعب، جا في اسبوع من قبل ما يبداو التربص دار اللعب اسبوع، جا للمنتخب الوطني ولعب تيتولار وكان احسن بكثير من عدد كبير من اللاعبين. اليوم لازم الناخب الوطني تكون عنده الشجاعه، تكون عنده هذيك الشجاعه باش يلعب البريز اون فور. وانت يا ياسين معلومي قلت انه البطوله الجزائريه لو انا ما ندي حتى لاعب الكاس وما افريقيا ما نديش ايه واحد بلا الكاس وما افريقيا ولعب مليح نادي مير فيهم بارك الله فيك. شوف انا لو كان لعب بالعادي يخرج بالك نادي مير دي فرصه. اسمع بالليلي واش اسمع بالليلي انا واش قلت لك هنا في الاستوديو، قلت لك بالليلي من حيث الناحيه التقنيه تكنيكمون
هذا رايي انا مانيش ان تكنيسيان، مي كي نشوف لا عندك شويه تاع تكنيسيان عندك شويه واش عليك بقول لك نعرف عندك قاعد عندك معنا شهر انت خدام الشهر ما تعرفش اللي ما تعرف اسمع شوف اسمع ابري لونس يدير لك ثلاثه اتيستاسيون يعطيها من الناحيه التقنيه شوف شوف لاعب شوف لا شوف مدربين اللي درب عندهم لاعبين اللي لعبوا معاه ناس يقولوا باللي بلالي سو لو برون تاع تاع اللعب احسن بكثير ربما بالك في البطوله تاعنا ما يدربش بزاف ولا الى اخره ولكن لما تشوفوا واش دار في كاس افريقيا ولاعبين واحد اخرين اللي لعبوا لسنوات المنتخب الوطني جو سوي ديزون عطيني اسماء قلت لي كاين لاعبين ما لازمش يولوا المنتخب الوطني الجزائري اي والله ما عندكش شجاعه لا لا عند... اسمع واش ما عنديش واش ما عنديش الشجاعه انا هذه قناعتي تفضل نبولحي واحد سليماني اثنين فاغولي ثلاثه شكون عوار اربعه عوار يا سعيد يا كناوي يا سعيد يا كناوي تتحدث عن وسط ميدان نادي روما يا سعيد انا سمعت لا هذا اللاعب شوف هذا سعيد هذا اللاعبين اللي هضرت اليوم راه كوتي غوش يخدم واش عليه يخدم واحد 50 تحكم على عوار في مباراه واحده تحكم على عوار في مباراه واحده انا نحكم على لونجاجمون تاع عوار عوار عمرو اللي راح يلعب في ليكيب ناسيونال يل فا جامي دوني 100% في ليكيب ناسيونال لان جاء افيك دي زانتيري أربع سنين هو يساوم لو كان مازال ما نقولهاش الكلمة هذه والله ما يجيبوه الرجال تاع في عمره عوار الرجال تاع بكري والله ما يجيبوه عمره عوار سعيد كناوي 24 عنده ربع سنين هو يتساوم ما نساومش 25 مازال 10 سنين في المنتخب الوطني ما نساومش على بلادي ما نساومش على البلاد اللي ماتوا عليها رجال ما نساومش شوازي ومن بعد جاب شوازي حجزوا فرنسا لا دوك هذاك الشغل العربي سعيد 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 شغل شغل ما شكوش في النيه تاع اللاعب ما شك في النيه النيه واضحه نو 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 ما تقوليش يا سعيد انا ابري ابري اسرت انا اسمع خلينا من عوار انا لا اسرت انا نعرفه انا واش مانيش فاهم اسمح لي يا سعيد اسمح دقيقه هكا هضرت بزاف ما هضرت بزاف يا سعيد انت هضرت بزاف يا سعيد هضرت بزاف انت كيف فتح حبيبي قلت لك بلي راه وراك لا 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 اسمع لا لا انت هضرت على عوار نهضر على اسمع نهضر على الشايبي انا نهضر على الشايبي انا مانيش فاهم الفوتبول هذا انا الفوتبول يا اسمع الفوتبول هذا يا وليد ما نفهموش حاجه لاعب كي شايبي ولاعب كي شايبي لا كوميسيون تكنيك تاع لاكاف اسمع لا كوميسيون تكنيك تاع لاكاف تعطي له 100 جوار ومن بعد هذا اللي ديليسي ومن بعد ما يلعبش اللاعبين انا اللي ذكرتهم مدوا للمنتخب الوطني كل واحد اقول بس هذا هضر تكلم اسكت مسكت انا مديت لي مسكت لا لا قلت كات جوا مديت بلحي يردوا مديت كل جوا بلحي يجيبوا ما يجيبوش بلحي طالب يجيبوا ما يجيبوش محرز يجيبوا محرز يولي انا قلت حاجه قناعتي بارابور لا بيرفورمانس بيان سور كي يكون محرز في لا بيرفورمانس تاعو سي لان بون بقول لك بالك بالك في لا ديسيني الاخر هذه ولا ما يرجعش شكون سعيد رانا هنا سعيد وتذكر واش انا نقول لك كيف ما يرجعش فازيتش يولي ليكيب ناسيونال محرز ما يوليش المنتخب لا ديسيزيون ما نضرش ما نضرش دو نو بلو ريبلي ليكيب ناسيونال كيما عوار ما يشكوش في الوضعيه تاعو لا لا دار ان شوا او ديبار سبورتيف وي ياك ما مشالوش صافي فول دير ثاني يا بالك استعملوه حتى هما ثاني يا اربع ديشون جمعته ومن بعد عاود شاف باللي بالك غلط كالكو بار غلط عاود ولا وشنو اه سي سي بن عربي 28 طون 28 طون كي جاب باللي زيدان امبوسيبل دو زراب في ليكيب دو فرونس بن عربي جا ليكيب ناسيونال لا مي فو لي دير لي شوز كليرمون سبحان الله 28 سنه وينتظر في المنتخب الجزائري المنتخب الفرنسي ما داواش 28 طون جا ليكيب ليكيب دالجيري اي لا شوزي يجي ليكيب دالجيري نو لا لا انت كوك سيليكسيونير ما تجيبوش بن عربي سعيد لو كان جاب لك كما هو بالك ما يجيش انا عقليتي ما ندخلوش في واحد الحكايات اللي خارجين مجال التغطيه انا البلد انا مصطفى انا على الوطنيه هذه قسما بالله العلي العظيم والله 17 كادي تجيبهم انت من فرنسا سعيد كناوي 17 كادي تجيبهم من فرنسا سعيد كناوي نرموهم من البحر سعيد كناوي سعيد كناوي احد يا شيخ معلومي سعيد كناوي يا سعيد كناوي من فضلك رسالة لك خليني ما نقول لك الرسالة لك من المشاهدين راهم دايرين فينا ثقة والله لو كان نوري لكم الهاتف الكم الهائل من الرسائل اللي راهي توصل يا ياسين يا معلومي يا سعيد كناوي يا عبد الكريم بيرة يا حاج عدلان والله ما نقدر نقراها كامل هادو كاع رسائل لكم من بين الرسالة معليش من بين الرسالة الأخيرة يقول سعيد كناوي نستعرف بك راك تقول في كلام صحيح ما عنده حتى واحد الجرأة باش يقولوا في الاستوديو رسالة أنا قلتها لك من المشاهدين وهذه عقليتي وهذه تربيتي وهذه احنا رانا تفضل عبد الكريم احنا رانا نقولوا الشيء اللي نخمو فيه واحد ما راهو يدير يجينا باش نهضروا واحد يتحمل المسؤولية كاع تاع الأقوال تاعو احنا هضر الشيء اللي نحسوه الشيء اللي شفناه الشيء اللي هو الأمر اللي خلى المشاهدين نعم. يتابعونا في قناة شروق في برنامج أنا شروق صح صح لها اللي شهادة رانا هنا في أربعة
الى جاني يوم لا خالد ولا تهامي ولا ابراهيم جاء قال يا ودي ولا اي انسان نتكلموا في هذه وما نتكلموش في هذه، عندنا الحريه التامه وكل واحد نهضروا على كره القدم. بارك الله فيك. استوديو نون ديريجي. بارك الله فيك. هذا هو يقولوا له استوديو نون ديريجي. شوف انا حبيت برك نرجع باش واحد يكون محترف ويكون متحضر في الباب الاحتراف. الناخب تاعنا مضى عقد وصل وين وصل مع لابارتي اوبوزي اللي هي لا فيديراسيون. حب اذا كانت الاقاله يدي كاع حقوقه، اذا كانت الاستقاله بليتو اذا كانت استقاله يقدر ما يديش حقوقه كامل، واذا صح. كان برب التراضي يلقاو ان تيران دونتونت بور سون انتيري بور لانتيري ناسيونال اي بور لانتيري دو لا فيديراسيون. دوك هو الداخل سي ان بروفيسيونيل، عارف باللي هو كيخرج من لا فيديراسيون يقدر يقعد عام عامين ما يخدمش، نتفاهموا مليح صح. مهما كان سي ان بروفيسيونيل، يبقى خروجه او وجوده نتحضروا شويه هذيك ديرو ميرسيمون تبارك الله ويعطيك الصحه، ما راش واحد كي نجيبوه شغل عريس وكي نتفارقوا معاه شغل كريمينال. نقطة مهمة سا سي با بون، سامحني انا جو سامحني انا جو روفيز اي كومبري لي جوار اللي خلاص صلاحيتهم ما بقاوش يمدوا لا لا نجيبوهم نكرموهم لا 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 ما نكونوش سامحني ما نكونوش انكرا صح لا لا صح. هذا تاريخ واضحة الفكرة واضحة الفكرة ممكن سيد كناوي عندنا فاصل عندنا فاصل الان من فضلك لكن قبل الفاصل سؤال ياسين معلومي من احد المشاهدين مهم جدا سؤال هذا نشكره محمد مهداني راهو يشوف فينا الان يقول لي ياسين معلومي السلام عليكم ماذا بينا ياسين معلومي قلنا الكراز شحال دا باش غادر المنتخب الوطني الجزائري خليني جاوبني بعد هذا الفاصل اهلا بكم متابعينا الاعزاء من جديد في برنامج افريكان شو هذا البرنامج الذي يتحدث بكل موضوعيه بكل مصداقيه وبدون لغة الخشب مع محللينا اليوم توقفت عندك ياسين معلومي سعيد كناوي راهو ينتقد في جمال بالماضي لأنه جمال بالماضي راهو يطالب بحقه ياسين معلومي الكراز شحال دا باش غادر العارضة الفنية شوف الكراز مدرب أجنبي نعم كان شوف يحلم يدرب منتخب صحيح الناس اللي جابتو هذاك الوقت الناس صحيح. اللي جابتو اللي اختارتو الحق تختار أي مدرب تشوفه ولكن حرام هذا الكراز يدرب المنتخب الوطني وراح للفيفا ودا امواله كامله دون نقصان ما عنديش لو شيفر مي دا اموال تاوعو شحال كان الراتب تاعو الشهري 60000 60 ولا 65000 نظن 60 ولا 65000 ولكن دا واسمه الاموال تاعو ولكن المدربين اللي ذكرناهم واسمه قبيله نعم. ربما ما يوافقونيش ولكن هذا واسمه اسمه فايد ولا رونار ولا ابعاد عليه لو اسمه على المدرب هذا المدرب هذا كيدرب في الدرجه الثانيه في اسبانيا اليوم اللي كيولي المنتخب الوطني حتى كافالي مثلا في 2008 الناس هذا الناس يقول لي ابري الكراس كي تنحى من الفريق الوطني وين راح؟ هل شغل ولا خدم؟ ما خدمش ما خدموش اليوم شوف هذا كافالي بس المعلومي هل يعني تتذكر انه جمال بالماضي كان يقول بانه عقدي عقد معنوي مع الشعب طبعا في الندوه الصحفيه عندي الندوة الصحفية وسمعتها اين هذا العقد المعنوي والشعب هذه ابريل لا هو باش يجدد العقد كيزادوا له واسمه لافنو هذا كان العقد تاعي مع الشعب الجزائري معنوي هذا هو العقد المعنوي اين هو العقد المعنوي الان؟ العقد المعنوي هو يطالب في كل مستحقاته صافي تقول الكرز دا كاع مستحقات تاعو علاش بالماضي ما يديهمش؟ علاش يحب الكرز جنسية اللي بروتيجي بار كونترا جزائري الكرز واش دخل جزائري في واش دخل الجنسيه انا نخاف على بلادي ونفكر على بلادي كلمة عبد الكريم قال الشيخ عبد الكريم قال كلمه في محلها هذا انسان محترف خدام شوف ما كاش على اولاده سعيد ما كاش مدرب ما كاش مدرب حسب علمي واسمه في المنتخب الوطني اللي دا امكانيات والى اي تي بروتيجي وعطاو له المفاتيح كما جمال بالماضي هذه واليوم حب يعري لا فيدراسيون عشان يعري لا فيدراسيون يا سعيد الكناوي الى جمال بالماضي سعيد الكناوي الى جمال بالماضي عنده عقد مازال ساري المفعول لمده عامين ويطالب بحقه هذا حقه لا يديروا العقود بين بارك الله فيك علاه يدير العقد بين بلاد اوسكار يا ريت يا ريت عبد الكريم كلامك هو الكبير ياسين قال طاولوا كل الامكانيات وقتاش عطاو له كل الامكانيات بعد ما دا كاس افريقيا لا 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 سعي لا 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 جو سوي ديزولي ماشي ما لا لا من نهار الاول اللي جا من 2 اوت 2018 لما مضى مع خير الدين زتشي وحكيم مدان مضاوا ليه العقد واسمه في فرنسا كل الامكانيات موجوده ليه كل الامكانيات كانت موجوده في 2019 كل الامكانيات موجوده وزيد رونوفلاو له الكونترا دوبلاو له الكونترا كلش كل حاجه كانت عنده كاش نهار سمعنا جمال بالماضي واش كان ينتقد
الملاعب يقول لك ما كاش ولا كاش حاجه ما كاش، ولكن من حيث الامكانيات انا نظن انه الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه عطات له كاع الامكانيات. ما كاش مدرب من يعني قلت لك البارح من الاستقلال الى يومنا هذا ما كاش مدرب دار الامكانيات. ماجر طالب بالمستحقات عندما اقيل من المنتخب؟ ما عنديش والله ما عندي معلومه، والله ما عندي سيد كنا ما عنديش معلومه. لو كان انا لو كان عندي نقول لك سي ابراهيم كيكون انا يا ريت حقه له. انا يا ريت حقه اذا كان عقده مازال ساري المفعول وعلاش نديروا عقود مع اللاعبين ومع المدربين؟ ماشي كل بروبليم يا بات كلوز يا جماعه الخير، ما كانش في العقد ما كانش بوند يقول تدي لا كوب دافريك ولا تدي الدمي فينال ولا كان. هو خلاها عايمه. شكون هو بصح؟ هو كمدرب خلاها ما طلبهاش وال شو اسمه البريزيدنت فيدراسيون الاتحاد اللي مضى معه خلاها هيمه في هذه الحاله. في هذه الحاله يتحاسبوا الاثنين. في هذه الحاله لا انا عندي يتحاسبوا الاثنين. في هذه الحاله انا كمدرب ولا غير ندافع المدرب بار ديونتولوجي. انا اللوم شكون؟ اللوم الاداره اللي ما دارتش واجبها وما تعرفش. ولو كان نبداو نهضروا في هذا الاطار اللي مضى له ومضى معاه العقد هو اللي يتحاسب. قال دو كال دروا كان معك ان جوريست معك لي كونطرا كان ان كونسي تكنيك اللي يقدر يقيم ويقدر اللي راهو خادم ما كاش. حب يقول اوديتريمون دو كي دو لالجيري مي هو ان طونك بروفيسيونيل. انا صدقني غير تمنيت لو كان اليوم رانا ماشيين لي 8 دو فينال باسكو سي لو سول اونترينور وين لا ستابيليتي. وانا ديما هضرت عليها خمس سنين وخمس شهور ويامات لعب 3 فاز فينال دو كوب دافريك، لعب كيما حنا نقولوا دو فوا اليميناسيون تاع لا كوب دو موند، دينا ان كوب دافريك معاه. يا ريت الامور مشات وهو صح الاخطاء واليوم بالا كاع ما راناش نهضروا ويروح حتى 2026. وعندنا هذه الصوره ما يشوفوا فيها المشاهدين الان جمل بالماضي يا سعيد يا كناوي بكاس امم افريقيا. لا احد ينزع من جمال بالماضي فضل تحقيق النجمة الثانية للمنتخب الوطني الجزائري. يا سعيد يا كناوي حققنا نجمة واحدة كانت 1990، حققنا نجمة ثانية كانت 2019. شكون جلبها للمنتخب؟ جمال بالماضي. وهاي الصورة اللي ماشي مليح. اللي ماشي مليح سي ابراهيم، اللي ماشي مليح سي ابراهيم، اللي ماشي مليح وشنو هو؟ ما نديروش تسمية تاع وزير سعادة ومن بعد نزيد نديرو وزير تاع تعاسة. هذه اللي قلت لك الوسطية أمس اللي ما عندناش. شوف ما كاش كيما الوسطية. بارك الله فيك. وزيد دو كيل دروا أن أونترينور يقعد أن أونترينور بقدرو بقيمتو عنده أن سيليكتور تحميه، عنده أن كونترا يحميه، عنده دي زوبجيكتيف لازم يوصل لهم. الناس اللي دخلت شكون كيفاش هضرنا عليهم البارح يتحملوا مسؤوليتهم من دوري نافون. خليو لا سيليكتور هي اللي تتحكم في الناخب مهما كان كيما كلام مع مدرب. هادو كامل سي دي زيرور اللي تنداروا واليوم اني طونطران دو بي. انا نتمنى اذا كان المكتوب سي جمال بالماضي وبالك اذا راهو يشوف فيها كان المكتوب وصل قدر الله ما شاء فعل. هو صح من حقه يشوف حقوقه ولكن يخلي ليماج تاعو فيزافي دو لونفيرونمون. يجي نهار وين يقدر يعاود يرجع فيزافي دو بوبل، يقدر يعاود يرجع. كي نقول انا لونفيرونمون سي تو لو بوبل الجيريا. يخلي قدره يدي من حقه واش يدي ولكن ما يخليش يا ربما يهول الامور لانه يقدر ابري دو زون تروا زون يعاود يرجع. راهو جزائري كل شيء وهذا حقه كيما اللي راحوا رجعوا المدربين كامل كيما راهم كاع داروا دو تروا فوا لا سيليكسيون. شيخ مهداوي دارها دو فوا، ايغيل دارها الله يرحمه، يزيد يطور نفسه ويطور الامكانيات. وسمو عمي اسماعيل دارها دو فوا ولا تروا فوا الله يرحمه، شيخ زوبه دارها واحد تروا فوا ولا كات فوا، سعدان شحال من مره. لا انت تقدر تخرج ما مشاتلكش سي بون. حاب يقول خلي ربما الناس تخمم اوترومون. يا ريت لو كان لو ريزولتا اليوم كاع ما راناش نهضروا علاش. باسكو ضيعنا جينيراسيون مهما كان دو بون جوار. اللي صعيب انت باش تلقى هاد لا جينيراسيون عبد الكريم بيرا على ايامات اسامه داراني. حبيت نشكر السيد عبد الكريم بيرا، يهضر في كلام صواب وكلامه بالميزان، وكي يكون يهضر نستمتع بهضرته. هذا واجبنا، علاش جينا لهنايا؟ باش نهضروا للمعقول والمعمول. نعم كيما عبد الكريم بيرا. ما رانيش وحدي بكم انتم كذلك. نعم نروحوا لسعيد كناوي. نقدروا نشوفوا هذه الصوره مع بعض يا سعيد، على بالنا باللي تتحب الجزائر كما نحبوا كامل الجزائر، كما يحب الجزائر ايضا جمال بالماضي. هذه الصوره في الشاشه العكسيه لجمال بالماضي، خمس سنين جازت في المنتخب الوطني الجزائري، قدم فيها مستويات كبيره، قدم فيها 35 مباراه دون هزيمه، هذه اللي ما تحبهاش انت لكنها واقع وتسجل. لانه علاش الاعلام الايطالي يتباهى ب 37 مباراه؟ تما كي تجي في الاعلام الجزائري ما يتباهاش. نو هذا
نرفضه قطعا، لانه هذا رقم خاص بجمال بلماضي، كما الرقم السيء الخاص بجمال بلماضي انه المدرب الجزائري الوحيد اللي خرج من الدور الاول في مناسبتين متتاليتين كما جمال بلماضي، يقعد له ايضا حقق كاس امم افريقيا مع المنتخب الوطني الجزائري سنه 2019. لازم نعطوا له حقه بطبيعه الحال، نقول له بارك الله فيك، راك مشكور، حظ موفق، لكن يا ريت تكون الوسطية أيضا في إيجاد الحل وفسخ العقد مع وليد صادي في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لكي إبراهيم يخرج. إذا ما كانش بوند راهو في حقه، إذا ما كانش بوند واضح نعم راهو في حقه كمحترف، راهو في حقه والعقد راهو معاه، لكن كاين أمور. القرار اللي ياخذه هو حر فيه، دوك اللي يقدر من غدوة يقول لهم أنايا قوا على خير يعطيكم الصحة في حقه، كما يقدر غدوة إن شاء الله يقول لهم أنا نستحق المستحقات تاعي حتى آخر يوم في بارابور للكونترا. نعم حاجه عندنا نسخسيك برك يا ابراهيم، تفضل حبيت نسخسيك برك. لما تكون ان سيري دو ماتش سون ديفيت مع جيبرالتار مع تشيبر مع حومه تاع جاي من الدوره تاع روما مستوى، وهذا والله نقول لك حاجه دير في واحد لا سيري ديشون، هذا من سلسله تاع نتائج هايله كما المنتخب البلجيكي بار اكزومبل، نفس مع من لعب مع شيبر مع دوك لي زيل. كي تشوف ترتيب الفيفا بلجيكا ثالثه، وكي تولي في جمال بلماضي اللي دار سلسله تاع نتائج ما يهمش، لا ما شاء الله قال لك ساعد كناوي، لا 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 دي ماتش اميكو ما شاء الله. من ايه سيكون لنا الوقت الكافي ايضا عندما نجلب المعلومات اللازمه الشافيه والوافيه والكافيه للحديث عن جمال بلماضي، ما طلبه من صادي وما عرضه صادي على جمال بلماضي، لانه هنا في البلاطو ما نهضروش من فراغ، ياسر المعلومي كيجيب المعلومه يجيب المعلومه الصحيحه. اسمه معلومي ان شاء الله سنتحدث، هو اسمه معلومي ويمد المعلومه. مرحبا بك ياسر المعلومي معنا. عندنا تصريح رياض محرز عن اسباب الاقصاء امس عندما وصل المنتخب الوطني الجزائري. محرز ياسر المعلومي حمل الصحافه جانبا من المسؤوليه من خلال فرض ضغط سلبي على اللاعبين، قال محرز ما قلتهاش انا ياسين يا معلومي. نستمع لما قاله قائد المنتخب الوطني الجزائري. كما جي دي فوالا ان بو دي جورناليست aussi les journalistes qui sont pas qui sont beaucoup contre nous qui mettent pas une pression positive, c'est pas ça l'excuse qui nous ont fait perdre bien sûr. C'est nous on joue sur le terrain, c'est nous quand on n'est pas bon, quand on est bon c'est nous aussi. Mais voilà, je trouve ça dommage que il y a une telle pression médiatique autour de nous, alors que voilà, c'est pas comme si on avait gagné 10 Coupes d'Afrique et on était tout le temps les seuls favoris et qu'il fallait gagner tous les trucs. رياض محرز يتحدث ويحمل الصحافة جانبا من المسؤولية في إخفاق المنتخب الوطني الجزائري. والله رانا حبيت نطرح سؤال يا حاج عدلان، هل الخبرة اللي يملكها محرز ويملكها اللاعبون في المنتخب الوطني الجزائري من خلال المنافسات والمباريات، صحافة تفرض عليك ضغط سلبي وانت ربما تلعب رابع كأس أمم أفريقيا وخامس كأس أمم أفريقيا في مشوارك؟ سيزيام كوب أفريقيا يلعبها، لا بمستوى تاع رياض محرز ما ينفعش هذيك ديكلاراسيون هذا، دار وحدة مور دوزيام ماتش كروا وين؟ صحيح دار القناة الجنوبية وين نهضر كلام ماشي في محله، زاد الزيت على النار. واليوم خلاص كوب دافريك تقدر تقول فوالا اني باسي اكوتي، سمحوا لنا حبينا نديروا كوب دافريك خير من اللي جازت، ما قدرناش بور دي ريزون اللي بالك راح نديروا كوستا تاعنا كي نكونوا مريحين. طيب باش تقول الصحافه اللي داروا لنا الضغط سلبي، هذوك كانوا يقدروا يديروا لنا الضغط ايجابي. انا نظن بلي الصحافه ما لعبوش في لي تروا ماتش، انا والله ما شفت الضغط السلبي هذا من الصحافه في بواكي. ما وين كان الضغط السلبي هذا ياسر معلومي؟ حبيت نقول لك احنا من قبل رياض محرز هضرنا على لاعبين واحد اخرين، من قبل منه هو من قبل منه، احنا ملي بدينا في الصحافه وحنا نهضروا على المدربين على الصحفي على اللاعبين على لا يا سي حبيت نسقسيك انت كي كنا اون بلان بوسيسيون سي مويان رياض محرز وكان يدير دي ماتش في المستوى مع الفريق مع النادي ديالو ولا مع الفريق الوطني، كنت تكتب عليه باللي بيان سير وانا مازالني ضغط في الاستوديو. لا واش شفت قلت تكتب عليه انا جو ريلات لي في نبداو حاجه فقط. اليوم رياض محرز ولا اي لاعب واحد اخر باش يحمل الصحافه انها هي سبب الاقصاء، سو ديزولي الصحافه عمرها ما كانت سبب الاقصاء. لو ان انا لي سبب الاقصاء هو التحضير السيء، خسرنا ست مقابلات
في كأسين. بس المعلومة عندك أسبوع كنت تقول المنتخب الوطني حضر بأفضل طريقة في مشواره. ما قلتلكش حضر سيئة بإمكانيات، ما قلتلكش حضر، أنا ما كنتش حضر في طوغو، ولكن لما تجي الدورة النهائية ست لق نحكي لك على ست لقاءات في كأس إفريقيا. أنا دخلت اللعب، لاعبين هما اللي لعبوا، لاعبين داو إمكانيات ما يهربوش من المسؤولية. أنا تمنيت لو رياض محرز يقول حنا نتحملوا المسؤولية، مش الصحافة. اليوم الصحافة نهضر عليك، اسمع، صحافة الصحافة الإنجليزية لما كان في المان سيتي، لما كان في المان سيتي انتقدته وكتبت عليهم مليح. وشكون كان يدافع عليه؟ ولا مرة أي لاعب فيهم هذو اللي راهم. وشكون كان يدافع عليه؟ الصحافة الجزائرية. ياسر الصحافة الجزائرية دافعت عليه وهضرت على جوارديولا وكلش. سي مالومي، شتي كي نتكلم أنا على اللاعبين اللي راك فاهمني، اللاعبين راك فاهمني، شفت العقليه كيفاش؟ سيت ان كومبلكس دو سوبيريوريتي، ما يامنش بك وما يامنش بالمدرب الجزائري، ما يامنش بواحد كيما بن شيخه، وما يامنش كل ما هو جزائري باسكو زادوا له وترباوا له. تشكك في وطنيه اللاعبين الجزائريين؟ خلينا من التشكيك وشكك على اللاعبين المتواجدين في المنتخب الوطني. قلتها لك على بن سبعيني، وقلتها لك على دليل يحقروا الصحافه الجزائريه. دليل وانا نقول لك حاجه في الندوات من فضلك سعيد كناوي، من فضلك زيد يحقر ولا بروف باللي كومبلكس دو سوبيريوريتي وما يامنش بك. ما يامنش بلادك اللي عطاتك كل شيء. واش كنت انت ابار لا كوب اللي ديتها انت على جنوب واسمها غرب اسيا؟ غرب اسيا واش فيها؟ غرب اسيا فيها لبنان وفيها فلسطين وفيها سوريا وقطر فازت بال واش انت الرصيد يا سعيد يا كناوي؟ ما هو الرصيد تاعك؟ كاس افريقيا بارك الله فيك سعيد. هكذا هكذا ما تطلبش من بلادك وانت يا نرجعوا للمحرز وانت يا محرز تصفي حسابات مع المنتخب. لا 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 خليني نرحم والديك، ما تهدرش كلام كيما هذا على الصحافة الجزائرية. هذو الجزائريين فيهم اللي يعرف وفيهم اللي ما يعرفش، وانت تاني قمت بدورك، وكاين مرات ما قمتش بدورك سعيد كناوي وغطاو عليك سعيد كناوي. وانا كنت نكتب وكنت نتكلم على وتكلم على محرز، نشوف انا الناس ما تخدمش خدمتها وتروح تشوف محرز في مانشستر سيتي وتكتب من الجماعة الكل يكتبوا محرز 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 ويسبوا في غوارديولا. هذا هو لا لا وزيد سعيد الرد، هذا هو الرد. تفضل يا سيدي تفضل يا سيدي. شوف انا ليا جواب اللي مدوا رياض محرز انه باش يحمل الصحافه اللي كانت وراء ربما اقصاء المنتخب الوطني والخروج من الدور الاول. نقول لك حاجه، مش الصحافه هي اللي لعبت، وهذا الكلام اللي قاله رياض محرز وربما بعض اللاعبين هم يفكروا بنفس الطريقه. الكلام هذا ما يقولوش في الانديه تاعهم، لو يكون في السيتي مي جامي يجي لا كونفيرونس دو بريس ويقول انتم الصحافه واسمو معناها تقولوا باللي احنا وعلاش يقولها هنايا؟ شكون؟ هنا يحقروا. وانا قلت لك في لي كونفيرونس دو بريس وقلت لك واسمو في لا زون ميكس ما يهدروش مع الجزائريين. شوف دقيقه اللاعبين اليوم بعد الاقصاء شكون اللي هدروا؟ اعطيني كاين ماندي طوبا بن ناصر، بن ناصر دار تويت، بن ناصر والناس دار منشور، اربعة لاعبين ومحرز هضر ايضا امبارح رياض محرز. نعم رياض محرز انا تمنيت لو يقول هذا الاخفاق، اخفاقنا احنا اللاعبين الى اخره. اليوم تحمل الصحافه، الصحافه على اساس واش؟ على اساس واش محرز انت درت لهم ضغط سلبي يا شيخ معلومي؟ شكونه؟ درت لهم ضغط سلبي. واش حبيت نقولوا؟ حبيت نقولوا باللي ما رحتوش لكاس العالم واسمو دو فوا دو سويت وانتم تيليمينا، واش حبيت نقولوا عليكم؟ كل فوت على الفار. قلنا عليكم شكون؟ كل فوت على الفار. الفار هو اللي بنى عليهم كل شيء. ظن ابراهيم باللي تخلق جو داخل البيت تاع الفريق الوطني اللي ولاو كل ما يسمعوا بصحفي صحفيه اذاعه تلفزيون يقول لك هذا ضدنا وهذا ماشي منا. علاش مشات هذه الفكره؟ شكون غذى الفكرة انه الصحافة ضد المنتخب وانه اللاعبين والمدرب ضد الصحافة؟ الله ترى بانه 50% عندك الاجابة شكون؟ ما تقولوش قول له، إلا عندك اجابة قولها لنا. انا نعرف شكون بصح تقول لي زيد تعاودوا تقولوا لي انت راك داريير هذا سي ان لونغاج نتاع المدرب لو فيكول فير لي جوار. نقول لك ممكن هذا الكلام ما يقولوش واحد كيما عطال ولا بن سبعيني ولا بوداوي ولا اللي ما يقولوش. نعم ما يقولوش سي دوماج باش تروح تهضر مع 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 ينشان فرونسيز وتمر 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 على 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 الصحافه الجزائريه ما تكلمش معاها. اي سي بون خلاص خلاص دان كوت ابراهيم حتى الزملاء تاعنا لازم ينفضوا الغبار على كتافهم صح ولا لا؟ لما تشوف انت كيفاش يقابلوك انا نزيد نقول لك امر. هناك من يتنقل للندوات الصحفيه
لكي يترصد امور تحدث وتصريحات تحدث، وما عندوش اللي يروحوا يكتبوا بالماضي يبهدل الصحفي الفلاني، بالماضي يبهدل الصحفي الفلاني. ياسين معلومي انت حاضر في الندوات الصحفيه، ولو يتبعوا هذه الامور علاش باش يديروا البث في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل هذه صحافه ياسين معلومي؟ كما كانوش مواقع التواصل الاجتماعي، انا نقول لك حاجه، والزميل يزيد وهيب هو اسمه في الحياه، اول ندوه صحفيه تاع واسمه علي لوزيتش، هو يزيد مازال في الحياه، اول 10 دقائق الاولى حطينا في بلاصتو، دي مينوت الاولى قال لك انا جيت نعلمكم باش تلعبوا كره القدم. نط قلت له ماشي انت اللي تعلمنا نلعبوا كره القدم، حكم يزيد واسمه، قال له اسمح لي، قال له الجزائر هاوش فيها، جابها شوف جابها من فريق جبهه التحرير الوطني وهو حل هنا، مش هذا اللي علمنا. وانا نعطيك معلومه، في نفس الندوه الصحفيه لحالي لوزيتش انا كنت حاضر فيها، كان هناك صحفي مخضرم جزائري قال له لازم عليك تقول لنا قيمه الراتب اللي ربطك مع الاتحاد الجزائري لكره القدم. حالي لوزيتش رفض، لكن الصحفي الجزائري لانه قوي مثقف عنده خبره عنده باع عنده رصيد لغوي، يعني تحدث مع حالي لوزيتش بطريقه صارمه وبدون لغه الخشب. انا ذاك ياسين معلومي، ياسين وقت تكلم عليه انت هذا الوقت يقدر يدير تصريحات، ما يصراش واش يصرف في الندوات. علاش قلت لك انا سيرت مومون لازم حتى الموند دو لابريس تاعنا اون جينيرال يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع اشخاص كيما هذا. باش ندعم كلام الحاج، هضرنا البارح على لو بروفيسيوناليزم تاع لابريس، هكذا ميم ان سيليكسيونور كيجي كيفاش يقدر يقيم البلاد هذيك من خلال الصحفيين اللي موجودين، لي كيستيون تاعهم، لو سيفيزم تاعهم، لو كومبورتمون، لو سيريو، لا ديسيبلين. إذا شاف باللي سي د لانارشي يقول لك هادو ما راهم عايشين في فوضى، ميم انتوما الصحفيين لازم تنفضوا الغبار على با مال، راهي 80% المفروض حرام يكونوا صحفيين، اللي حب يدير البوز ولا يديروا في شغله. انت واش عندك، انت وين قريت واش درت، ورينا حنا يديك وروح، اذا درت لا ميكانيك اختار عنا حاجه في لا ميكانيك، ولا درت بيلوت جيب لنا طياره جديده. اما تدخل الفوتبول وتنقص من قيمه تاع الجزائر، لا. حاجه ثانيه اللي حبيت انا نزيد بالك انا نقولها بالنسبه لرياض محرز، دار اون ايرور دو كوميونيكاسيون، ما عرفش كيفاش يتكلم في ظرف صعيب. لو مير لونغاج اي لا مير ريبونس بور ان جوار، وانا جو سوي كونترا ميم في هذيك لا زون ميكس، تهضروا بزاف لي جوار خليهم يهضروا لنا في التيران، سي لو روندمون تاعهم، رانا رايحين نديروا، ومن بعدك الناس كي تدخل داخل ما كاين والو. يا خويا اي لي بريفيرابل نتايا ما تهضروش لي جوار وتخليهم بالك يطمعوا ربما البيبليك وما كاين والو، خليه يهضر في التيران. حاجه ثالثه والله هذه حبيت نقولها، انا ليكيب هذيك تاع 82 اللي شفناها وعشنا معها، بالنسبه لي سي لا مير جينيراسيون. وزهاتها ودحلب واحد كيما دحلب ولا عصاد ولا فرقاني ولا ماجار ولا بلومي ولا مرزقان ولا هادوك خويا كانوا في التيران سبوعه، نعم كانوا في التيران سبوعه ولا مره تلفظوا بهذا الكلام. محرز ما ينساش، محرز ما ينساش الى بورتي لو مايو دو لالجيري وحده، حبيناه لما كان مليح ولما خفق، لانه هذا لو تورنوا ما دار والو، تفهم هو واضح به. شوف به خرجنا في البرومي تور في هذا التورنوا، ومام لو تورنوا اللي جاز المفروض كقائد نورمالمون هاد التصريحات كاع ما يقولهمش ويخلي روحه بليماج هذيك اللي حبوها كاع لي زالجيريان. بارك الله فيك عبد الكريم بيرا، والله تمنينا نواصلوا في هذا البلاطو، ولكن نعتقد انه راهي منتصف الليل، النقاش شيق وبلاطو موضوعيه ومصداقيه، ودخلنا يوم الجمعه وبارك الله فيكم، لانه الكم الهائل من هذه الرسائل التي وصلتني اليوم من اجل هنا في لاثراء النقاش واسئله لمحللينا الكرام، يعني اسئله كثيره، يعني فاتت ال 700 او 800 سؤال ما نقدرش نقراهم، نقول لهم سمحوا لنا مشاهدينا الاعزاء الاوفياء لبرامج الشروق، الاوفياء ايضا لبرنامج افريكان شو، وصلنا لنهايه هذا العدد، لكن وعد غدا سنحاول ايضا قراءه العديد والعديد من الاسئله الخاصه بكم. ياسين معلومي يعطيك العافيه، بارك الله فيك. عبد الكريم بيرا شكرا، مستر برك نجوز اون ديديكاس اذا كان ممكن. لا فامي حالي كانت على كلاسيير، ولاد خوالي لزوج الله يرحمهم، كامل فاميليا عندي سلام لهم. نحييهم بالمناسبه. سعيد كناوي شكرا جزيلا لك. شكرا لك، وانا ثاني انا جامي حييت. لازم تحيي كل عائله كناوي في عين بسام في باليستروف معلا في قنوات. نحييهم بالمناسبه. ولازم حاج عبد الله يعطيك العافيه، بارك الله فيك. العافيه ابراهيم، الزملاء شراك بالكرافطه اليوم.
صح ولا غير خنقك ها جبدك كيما لازم الحال يعطيك الصحة الكريم فينا جاب لك حجاج لاني يعطيك الصحة شكرا بارك الله فيك نحيي كافة متابعينا ومتابعي برامج افريكان شو وكل الزملاء الذين ساهموا في انجاح هذا البرنامج السلام عليكم بوانا نوتي تشاو تشاو